معارض الكتب مواسم ثقافية ينتظرها عشاقها من عام لعام، وربما يسافرون أيضا إلى حضورها من بلد لأخرى، فمعارض الكتاب لها جمهور كبير وفئة لا يستهان بها من المثقفين وطلاب العلم وشرائح مختلفة من المجتمع، حيث تعد تلك المعارض قناة من قنوات التواصل ما بين الكاتب والناشر والمثقف للاطلاع على كل ما هو جديد واقتناء كل ما لا يتوفر في السوق ليحدث ذلك أو يحدث بذلك كرنفال ثقافي متنوع تتابعه الأوساط الثقافية والأكاديمية والإعلامية أيضا، كما أنه يحظى باهتمام خاص، والكتاب الورقي له مكانة خاصة في قلوب محبي القراءة والعاشقين لها. خلونا نتكلم في حلقة الليلة ونناقش مع ضيفينا أهم المتغيرات التي طرأت على معرض الكتاب، وكيف اختلفت طرق الإعداد لإقامته هذه السنة عن باقي السنوات الماضية، وأهم الكتاب المشاركين فيه، ومدى اهتمام الدولة بمعرض الكتاب هذا العام أيضا، ومدى الإقبال المتوقع من الجمهور. كل ده إن شاء الله هنناقشه في حلقة الليلة من برنامجنا مع الناس بعد فقرة الأخبار. فقرتنا الأولى هي فقرة الأخبار وقراءة ما بين السطور زي ما احنا متعودين، إلا يشاركنا قراءتها الكاتب الصحفي المبدع الصديق العزيز الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج. مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا. خليني أقرأ لحضرتك أول خبر وتأذن لنا نسمع كلمة، لأنه الحقيقة كانت كلمة إضافية ومهمة النهاردة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة ذكرى 25 يناير ثورة 25 يناير. من المصري اليوم: السيسي في كلمته بذكرى ثورة 25 يناير: بلدنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. في كلمة له اليوم بمناسبة ذكرى 25 يناير، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى شهداء ثورة 25 يناير، كما وجه سيادته رسالة لنواب الشعب. نتابع جزء من الكلمة وأعود لضيف الكريم الأستاذ محمد عبد الرحمن. أبناء مصر الكرام، لقد أنجزنا معا الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية، واكتمل البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر بانتخاب مجلس النواب الجديد. وأقول لنواب الشعب: مسؤوليتكم جسيمة ومرحلتنا تاريخية، تقتضي منا جميعا أن نرتقي إلى عظم المهمة الوطنية الملقاة على عاتقنا، فأشرعوا في ممارسة مهامكم في الرقابة والتشريع، ونحن معكم نساندكم وندعمكم ونوفر لكم مناخا إيجابيا وحرا في إطار من الاحترام الكامل للدستور وما نص عليه من فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، من حكم يعادي الشعب وكافة قطاعات الدولة إلى حكم يحترم خيارات الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق آماله ويضمن مناخا إيجابيا لعمل قطاعات ومؤسسات الدولة. إننا نتحرك على كافة الاتجاهات الداخلية والخارجية، ندشن وننفذ مشروعات تنموية وإنتاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة تراعي احتياجات الشباب وتدرك متطلباتهم وحقهم في العيش الكريم. نعمل على تطوير العديد من المرافق الخدمية ونتصدى بفاعلية للعديد من المشكلات وفي مقدمتها توفير الطاقة والكهرباء، ونتفانى في مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن والنظام. لدينا إعلام حر وقضاء مستقل وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم. وأؤكد للجميع أن مصر اليوم ليست مصر الأمس، وإنما نحن نشيد معا دولة مدنية حديثة متطورة تعلي قيم الديمقراطية والحرية وتواصل مسيرتها التنموية وبناءها الاقتصادي.
وستبقى الدولة المصرية تبذل كافة الجهود اللازمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه إداريا كان أو ماليا، إعلاء لقيم المساءلة والمحاسبة وحفاظا على المال العام، وضمانا لبيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار. وإلى شباب مصر أقول: إذا كان الشعب المصري هو سلاح الوطن لمواجهة التحديات، فأنتم ذخيرته ووقود عمله، وكل ما تحرص الدولة على إحرازه فإنما هو لكم ولأبنائكم في المستقبل. فأنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري، وعامل رئيسي من عوامل تقدمه ونهوضه. وختاما أقول: لن ينهض هذا البلد سوى بجهودكم أنتم يا أبناء مصر، بعملكم الجاد، بعقولكم المبدعة، وسواعدكم القوية. إن صدق النوايا يتعين أن يقترن بحسن العمل، فوطننا ينادي، وحتما سنلبي جميعا النداء. عملا جادا وجهدا دؤوبا، إخلاصا لا ينقطع، فمن أجلكم وبقوتكم تحيا مصر. تحيا مصر عزيزة قوية، ويحيا شعبها مخلصا أبيا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، هذه كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللي ألقاها في ذكرى الاحتفال الخامسة بثورة 25 يناير اللي قام بها شباب وانضمت ليه قطاعات كبيرة من هذا الشعب للثورة على تزوج المال بالسلطة، على كثير من الأجراءات الخاطئة، على تزوير في الانتخابات، مطالبة بالعدالة الاجتماعية، بالحرية، بالكثير من المطالب الإنسانية. ما الذي تحقق منها وإلى أين وصلنا؟ ومجموعة الرسائل لسيد الرئيس الحقيقة ضمنها لكلمته نتوقف فيها مع الكاتب الأستاذ محمد عبد الرحمن. إيه اللي وقفك النهاردة رئيس أو استوقفك النهاردة في هذه الكلمة؟ الكلمة طبعا نفسها، خصوصا أن إحنا يعني بقالنا فترة عندنا كده من ساعة الثورة، طبعا عندنا فريقين كده، اللي هو لما بيجي طبعا 25 يناير بيجي النزاع، عيد شرطة ولا عيد ثورة. فالرئيس امبارح كان مع شهداء الشرطة وكان يوم إنساني، حتى لو في حد مختلف على أداء الشرطة لا شاف قد إيه في يعني كل دول شهداء، ودي تضحيات وكلهم شهداء ضد في معارك ضد الإرهاب، ومن كل الرتب، وكلهم اللي سايب طفل عنده شهور واللي سايب طفل كبير، والأسرة اللي فقدت ثلاثة، اثنين من الجيش واحد من الشرطة. كل دي حاجات كانت مؤثرة جدا، بس دايما بيبقى في ناس بتتفرج منتظرة طب وشهداء يناير. فالرئيس النهاردة بخروجه النهاردة أكد ان هو وصل له الرسالة دي، وانه هيفضل دايما احنا محتاجين نجمع فئات الشعب تاني، نجمع الجيش والشرطة يعني شعار الجيش والشرطة والشعب ايد واحدة. ده لازم يتحقق سياسيا ويتحقق اعلاميا. ومن اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل الفتره اللي فاتت الناس اللي بتفرق، الناس اللي هو اللي يطلع برساله ان هو يعني مثلا لما يجي هيكتب مقال لا احنا عيد شرطه بس، او حد يقول عيد ثوره بس، الموضوع مش موضوع العيد، التقسيم والتصنيف يعني الموضوع اخطر مواجه الشعب المصري او مصر الفتره اللي فاتت. مش العيد القصه بالنسبه لنا، ان احنا عايزين نمشي لقدام، ومش هينفع نمشي لقدام واحنا باصين لورا. مستحيل حتى اي فرد يبقى ماشي قدام وهو باصص ورا، ولا اي مجتمع. فكلمه النهارده كانت مفاجاه اعتقد جيده جدا. حتى الناس اللي هم معارضين للرئيس انا ما شفتش اعتراضات عليها كتير على السوشيال ميديا، لان ما فيش حاجه يعني كانت خارجه عن اللي ممكن تعمل اعتراضات. بالعكس، ده الرئيس كمان عدل اللي قاله امبارح في الكلمه المرتجله، اللوم اللي وجهه لمجلس النواب. النهارده كان في جمله صريحه ان هو بيقول لهم اشتغلوا، مسؤوليتكم جسيمه يعني، احنا معاكم ونوفر لكم المناخ. واذا كان في خلاف على القانون ده، هو الحل ان السلطه التنفيذيه الحكومه والبرلمان يوصلوا لقانون اخر معدل ينفع يتطبق. ايا كان بقى ليه المجلس ان هو
هو برفض القانون ده، لان اصل القانون نفسه عليه صراع ما بين القانونيين والموظفين شايفين ان في ثغرات، وما بين الاداريين او الخبراء علم الاداره شايفين ان الموظفين مش هيتصلحوا الا بكده. في اصوات تانية بتقول لازم يعني جميع فئات الشعب يطبق عليها القانون ده، خصوصا اللي بياخدوا مرتبات كبيره. الموضوع نفسه مش سهل، ودي الحاجات اللي فتحتها لنا ثوره يناير. صحيح. ان الاصلاح، وان احنا مش في يوم وليله، مش يوم 10 فبراير تاني يوم 11 فبراير مصر هتبقى جنه. بس ازاي نحط طرق زي ده؟ انا رايي كمان ان الرئيس كل ما بيقول كلمات مكتوبه ومش مرتجله وفيها رسائل واضحه، رسائله بتبقى واضحه وما بيحصلش عليها جدل، لان هو لما بيتكلم بيفتح قلبه مع الشعب، كل واحد بيترجم الكلام حسب ما هو عايز. فدي كانت من اهم الحاجات. توجيه كمان التحيه لشهداء يناير بيأكد ان الثوره سقط فيها شهداء كانوا خارجين فعلا من اجل شعاراتها، وما ينفعش نفضل نحملهم كل سنه الاخطاء اللي حصلت بعد كده. عشان كده بقول لحضرتك لازم في تيار قفز وافسد الثوره، لكن صححنا المسار، وفي قله خبره، وفي اشخاص مثلوا الميدان وهم ليسوا اهلا لهذا التمثيل لانها كانت بلا قائد. فدي حاجات تاريخيه، خلاص ده تاريخ احنا شفناه وعشناه. لما اجي كل سنه عمال اتكلم ان هي كانت غلطه، الموضوع ده هي غلطه ولا هي صح؟ الموضوع حصل ده، طب نبني على ده ازاي؟ في ايجابيات كثيره جدا، اهمها ان الرئيس السيسي بقى رئيس جمهوريه. صحيح. كان زمان لحد دلوقتي لو ما فيش 25 يناير ما كانش في رئيس، كان حاجات كتيره ما كانش الاخوان اتكشفوا، كان هيفضل الاخوان لحد دلوقتي ضحايا والجماعه المخفيه. احنا معانا خبر كمان شويه هيبين حاجات كتيره من ده. فكل التفاصيل دي والمؤتمر الصحفي اللي اتعمل النهارده اللي حضرتك تابعته بتاع الخميس طبعا، مساء الوزير مع حفظ الالقاب المستشار يعني الخميس، يعني ممكن مواطن عادي يتفاجئ بيه، لكن احنا موجودين في الميديا من زمان وفاهمين ان هو طبعا طول الوقت في فلوس وطول الوقت في الارشاد هو اللي بيتحكم في محمد مرسي. فاظن ان الكلمه كانت ايجابيه الى حد كبير، واتمنى ان نبني عليها. انه التجارب الديمقراطيه ما بتنضجش بين يوم وليله، والامر بيبقى محتاج وقت. يعني والله يعني هل دي رساله تطمينات ايضا للناس؟ يعني احنا انجزنا خريطه المستقبل، ماشيين بخطى، لكن ما زال البعض بيطالب بمزيد من الحريات، الافراج عن شباب في السجون. تمام. مثل هذه كل دي مطالب يعني نتمنى ان الرئاسه تحاول تبقى تسرع فيها، خصوصا موضوع الافراج. لكن بالنسبه لموضوع الديمقراطيه، هو في فرق بين ان انا اقول ان الشعب غير اهل للديمقراطيه وانا نيتي ان انا اخليه مش ما عندوش ديمقراطيه، او ان انا عايز اقول ان هو هياخد وقت. هو فعلا الشعب محتاج وقت، احنا كلنا مش متعودين على ده. التعليم حتى يا استاذ محمد حاجات كتيره قوي، مشكله اكتر من نص الشعب يجهل القراءه والكتابه، وفي ناس كتيره. يعني احنا ليه الناس بتستغرب ان في نائب ينجح وياخد 90,000 و80,000 صوت واحنا كلنا ضده، او احنا كلنا مستغربين؟ لان انت ما وصلتش للناخب وفهمت الناخب بيفكر ازاي. صح. المجلس الشعب اعتقد رغم كل المآخذ اللي متلكد عليها هيبقى فرصه كمان ناس تشوف وشوش جديده، ويمكن يعني نتمنى ان المقاطعه اللي حصلت او الغياب، هو مش مقاطعه هو غياب او يعني احجام عن المشاركه، تخلي العكس يحصل المره اللي بعدها، ايا كان بقى المجلس هيكمل 5 سنين ولا لا. هو بس يعني دايما التناقض موجود فيها يا استاذ شريف، ان الرئيس بيقول كلام كويس جدا وكلام يوصل لوسائل الاعلام ووسائل الاعلام الاجنبيه، فيلاقي الرئيس نفسه هو بيتكلم اكتر واحد. حتى كان استاذ امير عيسى ليه كلمه جميله قوي، ان الرئيس وحده هو الوحيد اللي بيحترم ثوره يناير. تحس ان اللي حواليه او بعض الاعلاميين بالذات المحسوبين للاسف في الاخر محسوب ان هو موجود في الفتره دي وبيقول انا قائد ثوره 30 يونيو كل واحد كده، ما بيحترمش ثوره يناير وبيهاجمها لحد دلوقتي، يقول لك اللي هينزل. برضه البرلمان، شوف الرئيس بيكلم البرلمان ازاي. انا الاسبوع اللي فات ده رصدنا 3-4 حاجات في البرلمان، النائب اللي اتخانق مع الجراش، مع مدير امن جراش التحرير، كويس، طرد نائب من بتاع ايا كان بقى من الغلطان، الخناقات اللي بتحصل جوه، نائب اللي بيغش في الامتحان بتاع النائب اللي كان في المطار ورفض مثلا يفتش. ورجع قال اصل كان بيفتشوا الاجانب والمصريين، لا، او بيفتشوا المصريين والاجانب، لا. كل الحاجات دي بتدل ان احنا اكيد في عشرات النواب ممكن يبقوا كويسين، بس دي برضو ظواهر لازم الناس تاخد بالها منها، ولازم مجلس الشعب يكون على قد المسؤوليه، ولازم مجلس الشعب بعد الكلمه دي كمان يرجع تاني يعرض جلساته مباشر، لان اي حاجه بتحصل جوه ايجابيه هتوصل للناس ازاي؟ صحيح. اذا كنت انت عايز تداري سلبيات بعض النواب، يبقى انت برضه هتوصل لي الايجابي ازاي؟ ودي حاله خلينا يعني او تجربه خلينا نكتشفها ونعيشها. احنا ان البلد تمشي لقدام، وان مفيش نقطه دم تاني تنزل على الاسفلت، لان كفايه كده. ومعظم الكلام اللي بيتقال ان في دعوات للنزول، انا متابع مواقع التواصل الاجتماعي جيدا، مفيش دعوات للنزول، الناس حاسه ان مش ده وقته، وان المفروض الناس تكمل وادينا في فرص وبتاع، وان الاصلاح هو اللي هيمشي بالتدريج، ونتمنى ان الوضع ما يتأزمش والناس تضطر انها تنزل. مش عايزين ده اصلا يحصل، يا رب ان شاء الله. لان احنا جربنا دوت، احنا كنا فيه وفي قلبه، بس في نفس الوقت مش هو ده الحل الوحيد طول الوقت يعني. طيب خليني اروح مع حضرتك استاذ محمد للشروق وارتفاع وفيات الانفلونزا الموسميه بالبحيره لثمان حالات. اعلنت مديريه الصحه بالبحيره اليوم ارتفاع عدد الاصابات بفيروس الانفلونزا H1N1
الى 8 حالات عقب وفاه حالتين بمستشفى الصدر بدمنهور. احنا مش واخدين بالنا على فكره من الموضوع ده. هو انا من الحاجات اللي الدنيا بتقوم وتقعد ودلوقتي الحقيقه الحاجات اللي بتسعدني لما بكون معاكم ان احنا بيبقى عندنا فرصه نركب ضوء على المحافظات شويه. لان للاسف الازمه الماليه كمان اللي حصلت في القنوات الكاست خلال اخر سنتين معظم البرامج اللي كانت بتصور في المحافظات بقتش موجوده زي الاول. ده خبر مهم جدا ان 8 حالات وفاه. خد بالك دي انفلونزا موسميه مش طيور ولا خنازير. دي الانفلونزا اللي هي بتيجي نتيجه الفيروس نفسه العادي بس بيبقى جاي عنيف شويه. ف معظمهم طبعا من كبار السن. وطبعا الشتاء رغم انه كان حر شويه الفتره اللي فاتت لكن طبعا البلاد القريبه اكتر من البحر البرد فيها شديد. انا شايف انه وزاره الصحه اعتقد انها لازم ترجع تاني تتعامل مع الموضوع بجديه. صحيح. شفنا ازاي افريقيا كلها اتعاملت مع ايبولا لحد ما اختفى. مفيش حاجه اسمها ان الناس اتعودت او ان انا بحظر اول السنه او بحظر في شيت الاخبار. لا، لازم الحملات ترجع تاني، لازم الميديا تهتم بالموضوع ده. لان الناس ساعات بتنسى. احنا برضو كمصريين غاويين اول الاستعداد، او اول ما حد يقول لنا من بدري بنستعد. لو ما حدش قال لنا الموضوع وبعدين لازم كمان الفاكسين او التطعيم مهم جدا بالذات لكبار السن كمان والمرضى الصدر. وانه يتوفر في حواليهم، مش لازم يروح صيدليه حكوميه او يروح المصل واللقاح. وممكن يبقى كمان بالمجان، لازم يحصل فيه دعم لان انت في الاخر بتحمي بالحقنه دي حياه انسان. ويعني الناس بتموت في الحوادث وحاجات زي كده، بتموتش كمان من البرد يعني من الانفلونزا. طيب يعني طالما حضرتك معجب بقى بان احنا بنجوب المحافظات ونقل اخبارها، هنبقى في محافظه دمياط وخبر من المصري اليوم. محافظه دمياط تدرس التخلص الامن من القمامه بانتاج الغاز والكهرباء. اعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط انه يبحث وممثل احدى الشركات الكبرى العامله في مجال التخلص الامن من القمامه بانتاج الغاز والكهرباء باستخدام احدث التقنيات العلميه والتكنولوجيه لمعالجه القمامه. ده كلام جديد، ده كلام ولازم كويس. نستفيد بقى من اطنان القمامه الغير. ودي ميزه انه يكون في شخص مؤهل او علمي على راس محافظه بهذا الشكل. هو طبعا سياده المحافظ دمياط يعني الفكره فعلا كويسه. طبعا الفكره نفسها ممكن تكون متاحه طول الوقت. الفكره ان هو بدا ينفذها وبدا يبقى فيه خطه كويس ويبقى فيه مواعيد معموله. خلينا نتكلم ان احنا ليه ما بنطلقش على ده كمان مشروع قومي. ما هو في الاخر انت هتطلع لي غاز وكهرباء، دي حاجه مهمه جدا بنعاني منها دلوقتي، وهتخلصني من القمامه اللي يعني ده في لبنان عاملين ثوره عشان القمامه. كويس. احنا هنا يمكن الدنيا من الناس متعوده شويه، لكن لا دي كمان بتحل مشاكل صحيه كمان، مش بس ان انت ما بتشيلها بتجمل المنطقه، انت كمان بتحل مشاكل صحيه. فرص العمل اللي بتستفيد من الموضوع ده بتبقى كبيره جدا. التجميع والفرز، ان احنا كمان نعود المجتمع انه يفرز الحاجات من قبل من بدري. حضرتك عارف طبعا ده مهم قوي. في بعض الاماكن بيقول لك حط البلاستيك هنا، حط الورق هنا، حط الحاجات العضويه في حته ثانيه. بس في ملاحظه واحده بس على الخبر، ان هو بيقول انه ممكن المصنع ممكن انشاؤه بجوار الكتل السكانيه باعتباره امن صحيا. لا، طالما انا اقدر ابعده يا ريت يعني. صحيح. ليه ما بعدوش؟ صحيح. يعني حتى لو هو كده ليه ما بعدوش؟ هيوفر لي شويه، هياخد مني شويه مجهود وشويه فلوس في نقل القمامه لحد المصنع وكده. لكن من النهايه ده هيكون افيد عشان ما يحصلش اي تسرب او اي حاجه ممكن تعمل بعد كده مشاكل في الميه او في التربه بتاعه الاراضي. هو ربما يكون عشان قريب بحيث انه يتم استخدام الغاز المستخرج منه. يعني ممكن، بس في الاخر التلوث ما شفنا حصل ايه في حلوان وكده. فيفضل طبعا المناطق الصناعيه طبعا تبقى بعيده، الا يعني اللي هو امن على يعني اللي هو حاسس بده، بس في الاخر هو اللي هيتحمل المسؤوليه. احنا بس كمان نتمنى، وبيقول 2000 طن كمامه يوميا و100 طن مخلفات طبيه. طبعا المخلفات الطبيه دي قضية مهمة جدا، لان بيتم كمان احنا عندنا، احنا مصر دي فيها اقتصاد بين السلم في جميع المجالات. القنوات الفضائية في حاجة اسمها قنوات بين السلم اللي بياخد الافلام ويسرقها. هنا كمان لسه قاري خبر ان في ناس كانوا بيعملوا مناتير المعطرة من حفاظات الاطفال المستعملة. فكمية الحاجات دي لما بتروح المصنع ده انت بتمنع وصولها لهؤلاء الذين يستغلوها في صناعات غير شرعية وبتدير عليهم اموال كبيرة جدا. حضرتك في ان شاء الله في فكرة معرض الكتاب تسأل الاساتذة على تزوير الكتب، ما هي نفس الفكرة. هو في ده ده سوق كبير جدا، اللي هو تزوير الكتب. الكتاب يبقى ب 50 جنيه، بتلاقيه في مكان ب 20 جنيه. الفرق ده ان هو واخد الكتاب ومصوره وطبعه على ورق ارخص. نفس الكلام هنا في المخلفات الطبيه، وعنده كمان 250 طن صرف صحي و1000 طن من المخلفات الزراعيه. تخلص امن فعلا. تمام. لان هتروح فين يعني؟ ازمه السحابه السوداء كلها منين؟ من عدم التخلص من النفايات. نتمنى بس ان المشروع ده حتى لو المحافظه اتغير يتنفذ. طيب يعني دي نقطه. امتى نفتح للقطاع الخاص فكره الشراكه يا استاذ محمد، وانه يبقى
نظام حق الانتفاع لانه الدوله ما تقدرش تعمل كل حاجه. ده لازم يحصل. ليه 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 ما يبقى عندناش مستثمرين ونفتح لازم في هذا؟ لازم يحصل الدوله تبقى داخله شريك بنسبه تخليها متحكمه في التفاصيل ويبقى في قطاع خاص بينفذ وهو اللي يتحمل بقى العمال والتامينات والحاجات دي كلها وطالما في شغل والدنيا ماشيه احسن. انا عجبني جدا النهارده تصريح للواء عادل تركي رئيس هيئه الطرق والكباري ان هم هيبداوا يطرحوا بعض الطرق في المرحله الثانيه من المشروع القادم للطرق بنظام حق الانتفاع ان المستثمرين يدخلوا سواء بعض الشركات جهاز الخدمه الوطنيه القوات المسلحه لكن في النهايه تعمل لي حاجه حضاريه وتستخدمها وتصينها وندفع الرسوم. اهم حاجه ما يبقاش خصخصه كامله لان احنا شفنا طبعا نتائج الخصخصه الكامله بتؤدي ان اي حد ممكن بعد كده يبيع الطريق لاي حد او يبيع المصنع او يقفل المصنع ويستفيد من الارض ويحول لحاجه ثانيه. الخصخصه الكامله يعني مضره بشكل كبير. طيب اخد حضرتك لليوم السابع والخبر مهم حضرتك كنت نوهت عنه. حصر اموال الاخوان 5 مليار جنيه حجم الاموال المتحفظ عليها للجماعه. قال المستشار عزت خميس رئيس لجنه حصر واداره اموال جماعه الاخوان الارهابيه ان اللجنه تحفظت على اموال 2370 اخوانيا بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط. الحقيقه في تفاصيل كتيره في الموضوع ده يا استاذ لازم اسيب لحضرتك الفرصه كامله يعني هو اولا بس كان نفسي اليوم السابع تقول لنا مين الخمسه مش عارف اذا كان المستشار عزت الخميس قام ولا لا صحيح الخمسه اللي هو تم التحفظ يعني رفع مظلومين اولا هو ما فيش مفاجاه في الرقم 5 مليار ده طبعا ده رقم قليل لان معروف انه قبل الثوره بعده سنوات كان خلاص سمح للاخوان ان هم يمارسوا اعمالهم التجاريه وان هم يعملوا مشروعات ودي كانت من الاخطاء اللي ارتكبها نظام مبارك صحيح. وفي الاخر ده هو ده طبعا جدا تمام يعني الناس بتتعامل دايما مع الجامعات اللي زي دي ان هم مجموعه من الشيوخ اللي هو هدفهم نشر الدعوه لما نشوف طب بتجيب فلوسك منين بتمول منين التمويلات اللي حصلت في 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 في, في اعتصام رابعه الموضوع باختصار شديد جدا هو زي مواضيع توظيف الاموال بالظبط هو اموال بتتجمع وبعد كده حد بياخدها يستثمرها وبيطلع الربح للجماعه كان الجماعه هي صاحبه راس المال ودي حاجه بتحصل مع كل الجهات والكيانات غير الشرعيه في كل الاحوال العالم يعني هتلاقي المافيا في ايطاليا بتستثمر فلوسها في حاجات زي كده وهنلاقي ناس كتيره جدا وللاسف كانوا بيقدروا كمان يجيبوا ناس من الدوله من جوه الدوله يخليهم شركاء يبقى ليه اسهم في الحاجه عشان يحافظ عليها ما في الاخر في فلوس بتتعمل كده لما نشوف مثلا انه هو تم رفع التحفظ على 41 جمعيه دي كانوا 1125 كل الجمعيات دي هم 41 بس تحفظ عليهم في المدارس 1500 105 المستشفيات 43 مستشفى الجمعيه الطبيه 47 ومنهم فرعين لمستشفى ربع العدويه وما اختارش ربع العدويه اعتباطا يعني ربع العدويه كانت بتحت ومسيطر على الجمعيه حتى في مسلسل الجماعه كان ابرز الاستاذ وحيد حامد ان من اول الحاجات اللي عملوها اكتسبوا بها الناس اللي هم جابوا من الدكاتره الصحيه والتعليميه والطواف اللي كانوا بيعملوها ما قدموا خدمات اجتماعيه في ظل غياب للدوله زي ما حضرتك قلت وشركات الصرافه تحديدا هو برضه يعني مش سهل يعني برضه عارف يبيع فين ولما كانوا هيعملوا سوبر ماركت سلسله سوبر ماركت بعد الثوره وكان الفروع بتاعتها موجوده ولوس 30 يورو ده فجاه بقى ده مال الدنيا كلها بتاع خيرت الشاطر ده 50,000 يعني فهو عارف يجيب لان احنا 90 مليون اي حد عايز يستثمر الحد ده عربي الحد ده مصري عايز يستثمر المهم هو بيستثمر وبيشتغلوا بس في التجاره يا استاذ محمد ما عندهمش صناعه ولا تنميه هو بس بيشتغل ولا زراعه ولا الكلام ده كله لا دي رساله تحذير يا جماعه كمان لازم وانا شايف ان مفيش فرق بين ده وبين سماح لبعض رجال الاعمال زي ما حضرتك قلت للزوج قبل ان هو يحتكر صناعات معينه وتسيبه يشتغل يعني لازم الدوله تبقى موجوده ويفتت القطاع الخاص ما يبقاش في حد محتكر حاجه لان للاسف بيستغل المال ده بعد كده سياسيا. قول يا استاذ محمد بخبرتك هل يمكن ان الاخوان تعود شوكه قويه كما كانت في وقت من الاوقات؟ ولا المره دي هو النهايه بقى عشان مشكلتهم مع الشعب هو الفرق ان المشكله ان الشعب فهم حاجات كتير قوي اذا كان حد متضايق من ثوره يناير هيقول له والله من غيرها ما كانش الناس فهمت يعني ايه احزاب يعني ايه جماعات يعني ايه سلفيين هو احنا قبل الثوره كنا نعرف الفرق ما بين السلفيين ان في سلفيين جهاديين وسلفيين مش جهاديين كان كل ده مقفول غياب الوعي ده كمان كان من الاسباب اللي سبب يعني خلت الناس تنخدع بعد الثوره هو دلوقتي مش حزب النور معادي للاخوان وفي ناس تانية بتقول لا ده هيفضل كده بيبدلوا ادوار مع بعض وكناش احنا نعرف ان عبود الزمر ده يبقى تبع ضد النور ومع الاخوان وفي الاخر على فكره هم بينهم وبعض بينهم مصالح وبينهم خلافات يعني ممكن ينقلبوا على بعض مره اخرى فهي لا انا شايف ان اظن انه مش من السهل ان الشعب يرضى عنهم تاني ولكن يجب ان لا نعطي لهم الفرصه لجذب التعاطف عشان كده لازم التعامل معهم يبقى بالقانون
كويس، ويبقى في شفافيه في هذا التعاون، ولا يجب ان نترك اخرين يملؤون اماكنهم، وده نقطه مهمه جدا. اتصور كمان عندهم صعوبه شديده في فكره تجنيد شباب ونشء جديد، بس ما تعرف ان هم كانوا الحقيقه نشطين جدا في هذا الامر، في القرى، في النجوع، في الحواري، يحطوا عينيهم على الاولاد الصغيرين في الاعدادي ويبدا يجنن. هو دلوقتي مش قادر يقوم بالمهمه دي، بس لسه عنده جيل ثالث ورابع وخامس، احنا طبعًا مش عارفين طبعا على الاقل الجيل اللي في الجامعه دلوقتي. يعني لما شفنا كان جامعه الازهر كانت عامله ازاي اول شهور بعد ثوره 30 يونيو، كل الكم ده موجود وكامل، غير طبعا اللي خرجوا بره في الدوحه. بس اعتقد جامعه الازهر لها خصوصيه يا استاذ محمد، فكره ان كل ولادها من الاقاليم، فهم بيجوا لقوا بعض وعملوا الجامعه، فبالتالي ده ما كانش موجود في بعض وحتى الجامعات اللي كانت ملتهبه شويه زي المنصوره والزقازيق، تلاقي الجامعات الاقليميه اللي زي بقول حضرتك هم شغالين في القرى وفي النجوع على بعض العناصر والنشء، وبيلاقوا بعض وبيعملوا اسر ثم يتواجدوا لاحداث نوع. يفضل الحل في البديل، في ان احنا نستوعب الناس دي ونكلمش سيب يعني سيبهمش مع نفسهم كده، لما يبقى في زي قناه الناس كده اكتر من قناه تبع الازهر بتقدم المضمون الديني بشكل الدين معتدل. لما يبقى في نشاطات كتيره قوي، لما يبقى الازهر كمان خد بالك، الازهر كمان كان مقصر في فكره انه مش حامي ولاده، هو في الاخر كلهم بيصلوا مع بعض، بس انت مش عارف مين منتمي لانهي فكر. فدي نقطه مهمه جدا، وعشان كده التجديد الخطاب الديني لما كنا بنتكلم فيه كنا بنتكلم في النقطه دي. خد بالك في فرق ما بين شيوخ عارفين ايه ازاي الاحاديث والفروق بينه، وفرق بين شاب ممكن حديث معين يخليه ينضم الجماعه وهو مش عارف اذا كان ده ضعيف ولا متوسط او يعني مقبول ولا لا. وفكره يعني حاشا لله يعني عبوديتهم للجماعه من دون الله، فكره الجماعه مسيطره عليهم اكتر من اي حاجه في الدنيا يعني. المهم حضرتك متفائل؟ طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تشرفتني ان شاء الله، اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء السريع، ونشوفك يوم الاربعاء ان شاء الله. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع اعلام.org كان ضيفي، قرأ معنا والقى او قام الحقيقه باطلاله ورؤيه لمجموعه من الاخبار اللي توقفنا امامها مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نعود للدكتور اشرف توفيق والاستاذ محمد توفيق والحديث عن سوق ايكاز، معرض القاهره الدولي للكتاب. على مدى عقود طويلة ظلت أكشاك سور الأزبكية ملجأً للباحثين عن أمهات الكتب، وملاذاً للراغبين في اقتناء الكتب النادرة، وقبلة لكل من يريد كتاباً ثميناً بجنيهات قليلة، حيث يحتل سور الأزبكية مكاناً بارزاً في فعاليات الدورة 47 لمعرض الكتاب بالقاهرة، والتي تنطلق الأربعاء القادم. كله بيشتري الطلبة والناس اللي هي عايزة الكتب اللي هي بسعرها كويس، سعرها قليل أقل من بره. الناس كلها من الدول العربية كلها بتيجي، يعني من حال العالم بتيجي للمعرض وبتشترك فيه وبتاع، ناس كتيرة بتيجي، ويعتبر حاجة كويسة يعني لينا، وفي إقبال جامد عليه وبتاع، وفي حاجات كتيرة عندنا بتبقى راكدة بنبيعها في المعرض الكتاب. معظمنا بنروح المعرض هناك، فمحدش بيبقى فاتح هنا، فاللي بيجي بس بيعاوز كتاب بس لسلاح التلميذ، حاجات اللي هي الا الدراسيه. احنا بنستنى المعرض ده من السنه للسنه، عشان وقبليها بشهر بيبقى في تحضيرات بقى، بنقعد بنقفل كراتين في المخازن. اقبال رواد القراءه على اقتناء كتب سور الازبكيه يرجع الى توفر الكثير من الكتب النادره التي ربما لا يكون من السهل اقتناؤها من خلال المكتبات الكبرى. سور الأزبكية ليه سمعة كبيرة من قديم، مش من الآن، وغالبا الكتب اللي احنا بنبحث عنها في المكتبات الكبرى وما بنلاقيهاش بنلاقيها هنا. الكتب اللي انا ما بلاقيهاش في المعرض او ان المعرض كبير ما بقدرش ان انا اجيب منه كل حاجة، بقدر ان انا اجيبها من هنا، وكمان بيبقى اسهل، يعني بيبقى اسهل، بيبقى قدامك كتب يعني منتشرة اكتر، ان المكان بيبقى اضيق من معرض الكتاب. معرض الكتاب واسع، لما ده مكان ضيق يبقى فيه كتب اكتر. هنا تجد كل ما تود قراءته، فبحور الثقافة متوفرة تبحث عن من يقدرها، هنا موطن العلم والثقافة، هنا سور الأزبكية.
الواحد يمسك كتاب الحياة ويقرأ منه دالي نكهة خاصة بتتفوق على أي طريقة أخرى لتلقي المعلومة. معارض الكتاب فرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها أيضا. بيحفل العالم العربي بكثير من المعارض التي يشارك فيها أهم الكتاب والمثقفين العرب، بالإضافة إلى أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي. وولدت فكرة معارض الكتاب الحقيقة من رؤيتين. الأولى اقتصادية تقوم على تضييق المساحة الجغرافية أمام طالب الكتاب والباحث عن الجديد في عالم الثقافة، وإتاحة الفرصة أمام الناشر لعرض ما لديه من كتب جديدة أمام أكبر شريحة ممكنة من الناس. العامل الثاني ثقافي، لأن الحقيقة المعارض بتخلق جو من التفاعل الفكري بين رواد المعرض، وكذلك تشكل منبرا مفتوحا على كل الثقافات، فتظهر الإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية أيضا والعلمية. إذن حول أهم المتغيرات التي طرأت على المعرض هذا العام وأهم المشاركين فيه، نتعرف على كتب وإصدارات مهمة ومقدمة من خلال معرض هذا العام. كل ده الحقيقة بيدور معنا في هذه الفقرة المهمة والرئيسية في حلقتنا الليلة من برنامجنا مع الناس، مع ضيوفي الكرام اللي برحب بيهم. دكتور أشرف توفيق الكاتب والشاعر، أهلا وسهلا، برحب بحضرتك. وأيضا الأستاذ محمد توفيق الكاتب الصحفي، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ معك أستاذ محمد، يعني لو تدينا فكرة عن تاريخ معرض الكتاب وتواتره إن صح التعبير أو تطوره. يعني هو الحقيقة أنا عمري 33 سنة بروح المعرض، بقى لي 20 سنة عايز الشباب. كنت أولى إعدادي وقتها الحاجة كده، 13 سنة تلت إعدادي. كنت بروح معرض الكتاب، ويمكن أنا بروح من قبل، بس أنا ده الوقت اللي بروح فيه لوحدي وبروح سور الأزبكية وبروح الهيئة. ويمكن يعني من الحاجات اللي لقيت نفسي بفتكرها قبل الحلقة، إن أنا يعني طول العشرين سنة أنا تقريبا بروح لنفس الأماكن. Yeah. يعني بدون تغيير. نفس الأجنحة ما تتغيرش ولا؟ لدرجة أنا عارف الأجنحة فين وعارف تفاصيلها. مش بس كده، ده أنا بروح لنفس التفاصيل لنفس الأشخاص. يعني أنا عارف فصول الأزبكية بروح لمين. وعارف في الهيئة بروح أنهي جناح، وعارف الجناح اللي بينزل الكتب الحديثة، وعارف اللي بينزل الكتب المخفضة بتاعت الهيئة القديمة. عارف ده مكانها فين وده مكانها فين. نفس المسألة حتى الدور اللي هي زي أخبار اليوم أو الشروق أو ما إلى ذلك، عارف برضو أماكنها لأن مكانها ثابتة. ودي بصراحة ده ذكاء من الناشرين، يعني برضو مكانه اتعود عليه زبونه زي ما بنقول، أو قارئه يعني بيزور فيه. وفي نفس الوقت برضو جناح مكتبة الأسرة. ويمكن الكتب اللي هي أقل من 10 جنيه دي تقريبا أنا عارفها كتاب يعني. ويمكن حتى في كان حوار طويل بيني وبين صديقي أشرف توفيق حوالين الفكرة دي، إن أنا طول الوقت رأيي إنه الكتب المفترض تبقى أقل من 10 جنيه. وإنه إحنا تحتاج دعم كده بشكل. أنا رأيي إنه المفترض إن الكتب دي صناعة المفترض تبقى مدعومة من الدولة، ولازم يكون في حل للفكرة دي. زي وده أحد الحلول مكتبة الأسرة، وعجبني حتى إن فكرة مكتبة الأسرة التأصيل ليها اللي عمله الأديب إبراهيم أصلان في السلسلة الجديدة ما بعد ثورة يناير، إنه الحقيقة دي بيعود تاريخها إلى طه حسين، هو صاحب الفكرة مش سام مبارك. يا سلام، يعني ده كلام جديد. فطول الوقت إحنا بنروج لي الفكرة، وإنه إيه لازم نديها حقها. ممكن نديها حق اقتصاديا، ولو إنه ده الحقيقة دور وزير الثقافة كان المفروض في عهدها إن يبقى هو المعني بده مش هي. لكن على كل الأحوال يعني صاحب الفكرة الأصيلة رقم واحد هو طه حسين، ويمكن يعبر عن ده في سلسلة طويلة اسمها اقرأ. صحيح. عظيمة تصدر عن دار المعارف لحد الوقتي. بنتكلم في انه التفاصيل بتاعة الكتب دي، الدور النشر دي بتفاصيلها بأماكنها، بالصناعة الضخمة جدا 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 صناعة الكتب في مصر، نفس التفاصيل من 20 سنة ما اتغيرتش. ده المعرض رقم كام اسمه؟ ده المعرض اعتقد 46. احنا ترتيبنا تقريبا رقم 2 على مستوى العالم بعد فرانكفورت. بالظبط، من حيث الحجم وعدد المشاركين وكده. ده حقيقي. هل وهم في السنه دي عدد المشاركين اكتر، وشخصيه العام كمان الاديب الكبير جمال غطاني. طبعا. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. يعني انا الحقيقه كنت اتمنى يبقى هو والخال عبد الرحمن الابنودي، يعني خاصه الاثنين كانوا اصدقاء، فكان يعني ممكن يكون ربما الهيئه لها يعني منطق انه السنه دي الاستاذ جمال، وقيل انه هو السنه الجايه بالتاكيد. لانه الحقيقه قيمتين كبار جدا. طيب استاذ اشرف، يعني احكي لنا انت كمان عن رحلتك مع معرض الكتاب والطقوس اللي بيتماس بيها. هو شويه انا كنت في يعني بعد محمد شويه عشان اجي، لان طبعا انك اصغر سنا يعني. لا هو انا اكبر شويه صغيرين من محمد، بس هي الفكره ان انا عشان طبعا من ريف المنصوره، فالانتقال للقاهره هو اللي جاي خلال العشر سنين الاخيره. فطبعا كنت حديث عهد في ان انا اجي.
انما حتى ايام ما كنا في المنصوره ايام السنويه حتى كنا باخد مغامرات كده ان انا واحد اصدقائي تيجوا رحله ونيجي بس لمجرد ان هو يوم، لان طبعا من صغر يعني وفكره الكتب دي عندي مهمه جدا، فكنا بنيجي بس طبعا بجهل تام مش عارفين نعمل ايه خالص. الا بقى لما انا جيت القاهره بدات المساله تتضح وعرفت بقى يعني شويه من اللي محمد بيقوله، اروح فين اجي منين الدنيا ايه الاسعار الارخص. فاتني كتير كتير من امهات الكتب، من الكتب اللي المفروض تكون موجوده عند في بيت اي ادعي ان هو يبقى مثقف يعني، لان طبعا كان في ارياف المنصوره صعب ان الكتب دي اصلا توصلك، مش صعب ان انت تقراها. فعلى كده المنصوره بتتميز ان في عدد كبير من المكتبات هي موجوده، بس الفكره في ان انت لما تكون كمان في ارياف المنصوره يعني احنا في قريه جوه مركز، فعشان ده يوصلك كان ممكن اللي بيوصل بتبقى احيانا كتب الجيب يعني كتب اللي هي روايات مصريه الجيب والحاجات الصغيره دي، فكنا ايه رجل مستحيل وملف المستقبل ده اللي الجيل اساسا كله اتربى عليه. انما مثلا اللي هي الكتب اللي هي مثلا الاعمال الكامله نجيب محفوظ يوسف ادريس الحاجات اللي المفروض ان هو يكون مثلا في الشباب يبداوا بها الحياه اساسا او الحياه الادبيه، ده ما كانش موجود. فاللي زي بداوا شويه كبير عن ناس تانيين ممكن يكونوا موجودين هنا، فبتضطر ان انت تقدر تعوض كل الكتب اللي مش عايز افوت الفرصه. بس قبل ما اروح لاستاذ محمد تاني، ايه قصه البيان اللي الاخوان كانوا نزلوه بيدعوا لتظاهرات 25 وحاطين صوره ليك عليها؟ هم غلطوا ولا حطوا الصوره ازاي؟ انا لغايه دلوقتي لسه انا ما اعرفش ايه اللي حصل تحديدا، بس هو انا ولا عايزين ورطوك ولا ايه الموضوع؟ هي البدايه جت من كان جالي اتصال تليفوني من حد يعني بره مصر اصلا من دوله عربيه، فقال لي ايه اللي بيحصل ده، صورتك موجوده ايه وبيان ايه. وطبعا انا ما اعرفش اي حاجه، ولان طبيعي ان انا يعني بتفرجش عموما على القنوات دي اصلا خالص، ومش موجوده عندي حتى على سبيل المعرفه يعني. فمش عارف ومش عارف اجيب ايه. بس المشكله ان الفيديو نفسه نزل بقى على اليوتيوب وبدا تداوله، فان في بيان لشخصيات ما يدعى بالثوريه اللي هم الشخصيات اللي موجوده في بعض القنوات زي الشرق وخلافه الاخوانيه والحاجات اللي ملهاش لازمه دي. فبعض القنوات دي عاملين بيان او بعض الشخصيات ان هي الثوره قادمه وتغيير الواقع المصري وما خلافه، ويبدو حاجة من الاثنين، يا إما هما مختلط عليهم المسألة، لأن في قيادي أصلا من حزب إسلامي اسمه أشرف توفيق. فيبدو أن هما بحثوا دوروا على جوجل ولا حاجة على صورة اللي فهو يبدو بصفتك مثقف كبير حطوا صورة يبدو أن هو الصور اللي كانت الأكثر انتشارا يعني هي صورة ليا، فبقيت إيه الصور موجودة، فحتى الصورة تحس أن هي شزة عن كل الصور أساسا، مش موجود يا جماعة أنا مش معاكم يعني. فبفضل الله خلال امبارح واول كان في حمله يعني يعتبر كل المواقع والجرائد الاخباريه كلهم كانوا كاتبين تصريحات مني او تكذيب ان انا مش موجود، انا مش انا يا جماعه. فالحمد لله يعني الموضوع الى حد ما عدى، ولكن هو كان يعني موقف في جانب طريف وفي جانب اتمنى انه يبقى بطرفته يعني مش انا يا جماعه. طيب عايز ارجع تاني للاستاذ محمد، يقول لنا من وجهه نظره طالما هو راجل بقى رائد من رواد المعرض من 20 سنه يعني بيرتاد المعرض، ايه اوجه الخلاف بالنسبه للمعرض السنوات الراهنه عما سبق؟ يعني ايه اللي درسته؟ يعني هو كان في جزئيه انا كنت بحبها قوي، الندوات الكبرى. ما اعرفش احنا للاسف عندنا جزء ليه علاقه وسراي مش عارف ايه والحقيقه او تلفزيون طبعا والرموز اللي كانوا موجودين الكبار. يعني انا فاكر ان انا حضرت ندوه للشاعر الكبير محمود درويش، يا سلام، ودي كانت حاجه بالنسبه لي يعني انا طبعا فاكر تفاصيلها زي ما يكون امبارح. كان سنه كام تفتكر؟ مش فاكر سنة كام، بس احنا بنتكلم من 15 سنة على الأقل يعني. وفاكر تفاصيل ان انا قد ايه فرحان ان انا هشوفه وانا حافظ القصائد بتاعته، وانه هيلقي قدامي وانا طول الوقت عمال يعني كنت ألقي قصائده في المدرسة، وكان الوقت ده بنتكلم فيه يعني ثانوية عامة مثلا. فانا مبسوط جدا بانه يعني طالب في ثانوية عامة بيشوف محمود درويش. نفس التوقيت ده كان في الابنودي كان بيعمل ندوه، نفس سؤك زي ما بنقول فعلا يعني قبلها بشويه كان استاذ هيكل في 94 كان دي ندوه شهيره جدا. فالحقيقه كانت المساله ليها علاقه بانه ما اعرفش هل لانه في غياب للقامات الكبرى بترحل عنا يعني واحد بعد الاخر، لكن دي كانت اكتر حاجه بصراحه مبهجه في المعرض. شايف ده نقص المعرض يعني؟ لانه كان الجمهور كمان يعني انا فاكر كويس قوي ندوه محمود درويش دي، عشان تدخل محتاج تحضر قبلها باربع خمس ساعات زي ما يكون رايح تحضر ماتش في الاستاد. يا سلام. وشاعر وكان بيلقي اشعاره بقى يعني حاجه في منتهى الجمال. ما قالش رسائل متبادله بينه وبين سامح القاسم كده ولا حاجه؟ لا واظن كان كمان كان من ضمن وكان حاضر له في الصف الاول بقى كبار المثقفين يعني، كان حاضر له الابنودي وكان حاضر له جمال غطاء حاضرين يسمعوا.
يا سلام. كان كمان في الكبار في المعرض زمان مش مجرد الندوات، ده كان في ندوات يعني تغير الواقع الثقافي، يعني مثلا على سبيل المثال الندوه فرج فوده صحيح ومحمد الغزالي على سبيل المثال دي غيرت مناظره مش بس هي اللي اقصده ان هي كانت في معرض الكتاب عن الشيخ الغزالي الحقيقه، فانا اللي اقصده في انها يعني زي ما بيقولوا غيرت واقع ثقافي او بقت في التاريخ في ان محاضره او مناظره زي دي حصلت في معرض الكتاب، فكان المعرض بس مش مجرد ان في شخصيه بتيجي والناس بتسمعه، كان فعلا يحمل مشعل ثقافي. اتمنى ان هو يعني يعود من جديد. ما فيش في الجدول اديك وقت على حاجه، هل في ندوات ولا مش هو لسه الجدول ما نزلش بشكل نهائي يعني وفق اللي شفته، هو مفترض يعني امبارح والنهارده بيبتدوا يبعتوا للصحفيين يعني كويس، لكن الفكره نفسها بتاعت يعني الخيال ده بتاع انه المعرض بتبقى شايف الجدول وعارف مين النجوم المعرض صحيح. الفكره دي انا عايز اعرف هو فين الفيديوهات بتاعتهم يعني فين المناظرات دي، فين ده من اذاعته في التلفزيون، فين ده من تاريخ المعرض صوت وصوره. احنا بنشوف كاميرات الدنيا والاخر يوم المعرض، عايز اعرف بعدها بيعملوا فيها ايه، يعني نفسي اعرف اللي بيتصور في المعرض ده هم بيسجلوا عليه بعد كده. عندنا كمان قناه ثقافيه متخصصه بتنقل كل فعاليات المعرض على الهواء وبتسجل يعني، وده بالمناسبه انا رايي دي الاخطر، لانه زي اللي كان اشرف بيقوله في القناه يعني فكره انه المناظره غيرت واقع ثقافي ده حصل برضو في هيكل لما راح في المعرض. تمام. طبعا منع من كل الجرايد وحصلت ثورات ضده في الوقت ده، فنفس الفكره من مجرد معرض طبعا كان جمهور هائل. وفي الفتره الاخيره بقى التلفزيون المصري يعني في بعض الاوقات كده بيجيب اللي هي زي ما بيقولوا كنوز الفكر، اللقاءات بتاعتهم مع طه حسين وخلافه اللي هي دلوقتي بقوا بينزلوه احيانا على اليوتيوب وخلافه، اللي هو اللقاءات اللي فيها زخم مع توفيق الحكيم وعباس العقاد اللي هو في بدايات التلفزيون اساسا، فيعني ممكن يكون دي مطالبه او ممكن مناشده للتلفزيون المصري او القنوات الثقافيه متخصصة بأنها تبدأ إنها حتى مع الحاجات دي إنها تضاف إليها الندوات والمناظرات اللي موجودة في معرض الكتاب، تضاف للمادة يعني بحيث إنها فعلا اللي ما قدرش إنه يشوفها يقدر يشوفها دلوقتي ويشوف إزاي الواقع الثقافي تغير وإزاي حتى طريقة المناظرات تغيرت من دلوقتي وتغير تفكير الناس. طب خلينا نطرح سؤال مهم أستاذ أشرف أنا وحضرتك والأستاذ محمد على الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب معانا عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليكم جميعا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يا رب ان شاء الله معرض موفق كده وزي ما بنقول نبراس يعني، ومظهر من مظاهر الحياه الثقافيه الكبيره في مصر، احنا بنعتبره تظاهره ثقافيه كبيره بننتظرها من العام للعام يعني، فموفقين ان شاء الله. ان شاء الله بوجودكم وبوجود كل المثقفين والمصريين اللي حسوا انه الوعي والثقافه هي اللي ممكن تطلع مستقبلهم الحقيقي في الفتره اللي جايه. ايه الجديد يا دكتور؟ مجهزين لنا ايه حلو السنه دي ان شاء الله؟ جديد كتير يعني الجديد على المستوى التنظيمي هو فكره التطوع، مثلا عندنا شباب ما شاء الله زي الورد كويس متطوعين لتنظيم المعرض، نموذج مجلس العموم البريطاني اللي هو في كليه السياسه واقتصاد جامعه القاهره، معاه كمان جماعه عم امين اللي هم الابلكيشن. دول انتوا عملتوا معاهم بروفات وعندكم عدد من الشباب يعني خلاص. لا كانوا النهارده موجودين في المعرض ويعني وزعوا المهام على بعضهم، مين هيعمل ايه. السنه دي المعرض هيبقى معرض صديق لذوي الاحتياجات الخاصه عن طريق هؤلاء المتطوعين اللي هيساعدوهم على الدخول بسهوله وهيرشدوهم للاماكن. الجديد كمان انه هيبقى عندنا 560 فعاليه فنيه وادبيه وثقافيه متوزعه على مدار المعرض، لكن الاهم انه فيها في ظني يعني الاهم او هو الاحدث انه فيها قطاع الفنون التشكيليه عامل لنا مهرجانين رسم على الاسفلت يوم الجمعه بعد الصلاه من الجمعتين اللي في المعرض كويس، وهيبقى فيه كمان معارض فنون تشكيليه، اكاديميه الفنون هتعمل فعاليات فنيه بالكونسير والكورال الاطفال، كمان هيبقى فيه قاعه سينما تعرض اربع عروض في اليوم، العرض الاول للاطفال والثاني ندوات عروض افلام الوثائقيه عن الجيش المصري، والعرضين الاخيرين لهم علاقه بالموضوع اللي كنتم بتطرحوه من شويه، لانه هيبقى ببساطه ذاكره المعرض، ندوات معرض الكتاب من 86
حتى الآن المسجلة على شرائط VHS سيتم عرضها في سينما المعرض هذا العام. يعني هتلاقي نزار قباني ومحمود درويش ومناظرة فارس فودة ونصر أبو زيد وخلافه. ده عظيم، ده كلام عظيم. بالمناسبة دي الأستاذ أشرف توفيق عنده سؤال لحضرتك فندم. الأستاذ أشرف توفيق عنده استفسار صغير. اتفضل يا فندم. دكتور عاصم ازي حضرتك؟ أنا أشرف توفيق. كان أهلاً وسهلاً. كان في بس نقطتين كنت أتمنى أن حضرتك يكون المعرض السنة دي مختلف فيهم، أنا كتبتهم حتى في عدد من المقالات السنة اللي فاتت بعد المعرض، فأتمنى يكون يعني يمكن تداركهم بعد إذن حضرتك. يعني يا ريت. الحاجة الأولى اللي هي الأجنحة اللي زي مكتبة الأسرة تحديداً والهيئة الكتاب اللي هي يعتبر الكتب المخفضة تماماً اللي الناس يعني كلهم بيروحوا لها، بيبقى الزحام خيالي لدرجة إن الواحد لو جاب كتاب وشاف كمية الطوابير اللي عشان توصل عشان يدفع الفلوس ويطلع بيسيب الكتاب ويخرج. فبعد إذن حضرتك لو ممكن إن هو يبقى في منافذ أكتر للمسألة، حتى لو في أكتر من حد يعني أكتر بيحصل الفلوس يعني، لأن بيبقى في حوالي 3 أو 4 بس في مكان كبير جدا لدرجة كل واحد بيبقى قدامه طابور يعني في أكتر من حوالي 80 أو 90 واحد الطابور الواحد. فدي يعني أتمنى يكون يمكن تداركها، لأن الكتب بتبقى مرمية إلى حد ما على الأرض لأن الناس بتسيبها وما بيقدرش يقف الطابور يعني. مع الأسف، بس هي دي أظنها ظاهرة إيجابية لا علاقة أصلا بأنه الهيئة مش قادرة تاخد مساحة أكبر نظرا للضغط الشديد على من الناشرين في الإقبال على المعرض. ده أول حاجة. الحاجة الثانية ده مرهون بعدد الموظفين المدربين على التعامل في البيع والشراء والفلوس. تمام. ودي زي ما انت عارف مسؤولية، تبقى مسؤولية كبيرة. فلازم احط ناس مدربين. السنة دي احنا بنحاول نزودهم، وان شاء الله ابتداء من بعد المعرض على طول هيبقى في دورات تدريبية قوية جدا علشان زيادة العدد ده ان شاء الله. طيب بعد اذن حضرتك النقطة الاولى. ايوه. النقطة التانية برضو اللي كنت كتبت فيها برضو نفس المقال تاني برضو عن الدخول للمعرض. حضرتك عارف ان خلال السنتين اللي فاتوا بقى فيه كمية طوابير فظيعة جدا واقبال شديد على المعرض، يمكن ده بسبب يعني زي ما بيقولوا اللي هو النهضة ثقافية حقيقية خلال الفترات الاخيرة، فبقى في ناس كتير جدا بيعتبروا المعرض ده موسم ثقافي يعني. ففي وسط ده بيبقى في بوابات الى حد ما مقفوله تماما. انا عارف ان ده ممكن يكون امنيا وممكن يكون المساله فيها ليها يعني ابعاد اخرى، ولكن اتمنى ان حضرتك يكون يعني ليك وجهه نظر السنه دي في ان تقليل زياده عدد البوابات المفتوحه عشان تقليل المده الزمنيه. الواحد ممكن يفضل 3-4 ساعات لمجرد ان هو بس يدخل على البوابه. هو الحقيقه انا فعلا ليا وجهه نظر في ده، بس مبدئيا انا شايف انه من ناحيه دي ظاهره ايجابيه. ده من ناحية الإقبال يعني. من ناحية تانية في ظاهرة إيجابية إنه اللي دخل المعرض بالفعل هيحس بالاطمئنان إنه موجود جوه مكان مؤمن بالفعل، تأمين كامل. أنا أظن إنه الإجراءات دي هدفها إنه المعرض يبقى مؤمن تماما، وإحنا بنحاول طول على مدار الشهرين اللي فاتوا في اجتماعات مستمرة مع الجهات الأمنية انه نوصل لمعادلة صعبة جدا هي اقصى قدر ممكن من التأمين باكبر قدر ممكن من المرونة. تمام. الدخول هيكون يعني من ممدوح سالم يعني، ولا من العروبة دكتور هيثم؟ لا ما فيش دخول من العروبة لانه ده ممكن يوقف صلاح سالم المرور النازل من كوبري الفنجاني. يعني كل الدخول من شارع ممدوح سالم اللي هو في مواجهه الاستاد. لا من ممدوح سالم ومن صلاح سالم. صلاح سالم اللي هو البوابه اللي على المترو اللي قدام المترو اللي قدام المترو المترو الانفاق الكبير. تمام. ودي فتحنا فيها يعني بنحاول نفتح فيها عدد بوابات زياده. يا ريت. في هنا من الناحيه دي ومن الناحيه دي، لكن برضو ارجو انكم تعذرونا لانه الهدف هو تامينكم جوه المعرض. طبعا طبعا صحيح. احنا مقدرين ده تماما يا دكتور. طيب سؤال الاخير، يعني احنا هنشوف الكنوز القديمه والندوات في السينما، طيب مفيش رموز جديده؟ مفيش على نفس المنوال؟ هيكون عندنا حاجه لكبار الكتاب والمثقفين، مناظرات من هذا النوع؟ لانه كان بيتكلم الاستاذ محمد توفيق انه ده يمكن حاجه غايبه السنوات الاخيره يا دكتور هيثم. لا كل الناس موجوده السنه دي، حتى الناس اللي ما كانوش موجودين في المعرض في السنوات السابقه موجودين السنه دي. انا عايز اقول بس ان احنا بنينا الرؤيه الاساسيه للفعاليات الثقافيه على اساس الاتاحه والتنوع. زائد انه كانت رؤيتنا مبنيه على انه الثقافه مش بس علوم نظريه وادب ونقد
كمان الثقافه العلميه والتجارب العلميه المهمه هتبقى موجوده. نعم. يعني انا سعيد جدا انه اثنين من علمائنا الكبار قبلوا انهم يكونوا موجودين في الفعاليات الرئيسيه اللي هي اللقاءات الفكريه. وانا بتكلم عن دكتور هاني عازر على وجه التحديد ودكتور محمد غنيم. في اسماء كبيره طبعا, كتير في اللقاءات الفكريه كمان, احنا عندنا كمان 12 اسم, لكن يعني انا اظن ان دول اضافه تقول للشباب انه الثقافه كمان ممكن تبقى التفكير طبعًا العلمي طبعًا والمنهج العلمي. طبعا معرفه نور الحياه زي ما بتقول. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب والمشرف على معرض الكتاب, شكرا جزيلا. فاصل سريع ونعود للاستاذ اشرف توفيق والاستاذ محمد توفيق. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام, الجزء الثاني من سهرتنا في برنامجنا مع الناس والحديث عن هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة المسمى دائما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأهمية هذا المعرض في إحداث نوع من الحركة الثقافي, القراءة, مساعدة القارئ, الناشر, الطالب. حابب تكون تظاهرة بكل ما تحمله الكلمة. معنا ضيوفي هما المبدعين أشرف توفيق ومحمد توفيق مع حفظ الألقاب. يعني انت بدات من 20 سنه وهروح لاستاذ اشرف نفس السؤال, لكن خلينا اكلم او تكلمنا عن اهميه معرض الكتاب بالنسبه للقارئ وللمؤلف. هو طبعا انا لو هتكلم القارئ الاول, لان انا الحقيقه احب يعني طول وقت ان انا يعني ارتدي ثوب القارئ. يعني فكره الكاتب بالنسبه لي يعني بالنسبه لي تاتي في مرتبه الثانيه, القارئ اولا. يعني اولا لا, المعرض بالنسبه للقارئ كنز. كنز طبعا. ده يعني فعلا وجود معرض الكتاب دي من أروع الحاجات الموجودة في مصر, ومن أفضل الحاجات اللي بتحصل في مصر, ومن أفضل الحاجات اللي احنا لسه محافظين عليها لسه موجودة. واحد من أهم المعارض على مستوى العالم, مش بس طبعا مجرد أنه حدث. ده حقيقي. ده حقيقي. بس أتمنى يكون نكمل في الإطار ده. يعني فكرة دعوة مثلا كبار المفكرين في الغرب أن يجوا, ده كان بيحصل في وقت من الوقت. يعني كان في وقت من الوقت كان روجيه جارودي بيجي يعمل ندوة, فبتلاقي أنه في حدث العالم كله بينقله عنك, مش مجرد ان احنا مع بعض بنكلم بعض. يعني الفكره دي نفسها احنا محتاجين نفكر فيها شويه. يعني محتاجين نفكر فيها, لانه تاني مش عايز بعد شويه وقت نلاقي ان احنا معرض الكتاب, انا بتكلم هنا على الجزء العلاقه بالثقافي والتثقيف والوعي واللقاءات, ما انتقلش شبه مهرجان القاهره السينمائي, لانه انت مش عارف تجيب نجوم فعمال تتكلم على مصاريف اكتر وهكذا. اولا المفكرين مش هيدفع لهم فلوس كتير, يعني في النهايه مش نجوم الفن. بعدين هيستخدموا استخدامات كتير, مش بس في الثقافه والترويج, ده في السياحه وفي الامن وحاجات كتير. يعني بالظبط. انا رايي ان المفترض كان يبقى الدوره تحديدا كان يبقى فيها عدد كبير من كبار المفكرين بره, كبار الكتاب في العالم, يجوا يشوفوا مصر اللي بيكتبوا عنها, لانه برضو ده جزء من المساله, انه فكره الكتابه سواء في الصحف اللي احنا ليل نهار بنهاجمها لكن عمرنا ما قلنا لها حاجه ايجابيه ممكن تكتبها ومش فاهمين هما بيكتبوا ازاي. انت كنت مع دعوة عدد من الكتاب سواء اصحاب المقالات او بالزبط اصحاب الفكر والرأي. بالظبط. وبالمناسبة حتى لو بيخالفوك الرأي, وحتى لو هما هيقولوا رأي مخالف للي انت بتعتقد فيه, فكرة وجوده انه يشوف متابعته الحركة الثقافية, زيارة القاهرة في حد ذاتها, معايشة الناس والمظاهر الحياتية والأمن والاستقرار, وفكرة ان القاهرة ومصر بشكل عام بتتعافى, شايفها لا وهيجذب يعني جمهور رهيب. واكيد شئت او ابيت هو سواء متفق او معارض او ايا كان فله جمهور, وله جمهور يعني كبير, فطبيعة الحال فانت ضامن
وان وجوده هيصاحبه ضجه جماهيريه واعلاميه، فده شيء لا. وهتلاقي نيويورك تايمز بتكتب واشنطن بوست بتكتب طب هل ده يعني انه احنا ما بنقومش بالدعايه او الترويج بالشكل المناسب للمعرض خارج مصر او داخله استاذ اشرف، ولا انا الظروف اللي ما زلنا بنعيشها بعد ثوره يناير؟ ما هو في الاثنين، بس هو اللي اقصده في ان انا الاوان في ان انت الحاجات اللي دايما احنا زي ما بقولوا بنتسند عليها او على فكره ان احنا عندنا ظروف، فستبقى طول عمرها فكره الظروف. صحيح. انما انا عايز اتجاوز فكره الظروف، وان طب ما زي محمد المثال اللي قاله مهرجان القاهره السينمائي، تعال نفكر باستراتيجيه جديده ازاي انت تقدر فعلا زي ما بيقولوا تجذب نجوم أجانب مشهورين، تبدأ تعمل حركة فنية. وعلى الجانب الآخر إزاي معرض القاهرة يبدأ يفكر بشكل جديد في أن أنت فعلا تجيب مفكر كبير بره ويجي يقول وجهة نظر، وهنا تبدأ تلعب زي ما بيقولوا تتجاوز الوضع اللي أنت فيه، حتى لو كان وضعك إلى حد ما أنت بتعافر في وضع سياسي داخلي وعربي وإقليمي وما سوى ذلك، فأنت لازم أن أنت تخرج من البوتقة اللي ممكن نكون احنا حاطين نفسنا فيه. فده شيء لازم ان انت تعمله خلال الفترة الجاية، وإلا هيبقى كل سنة انت يعني ايه اللي بينقصنا ليظهر بأبهى صورة معرض الكتاب او بالصورة اللي انتم بتحلموا بيها كقراء وكمثقفين؟ حد انا في اكتر من حاجة، انا شايف في ان اولا الترجمة يعني انا شايف في ان لابد ان يكون في حركة ترجمة كبيرة جدا، سواء من الاثنين يعني من نجوم العالم اللي بره المثقفين، في ان يكون في حركة ترجمة للعربية هنا موازية. يعني على سبيل المثال انت سنويا لما بيفوز حد من بره بجائزة نوبل بتبدأ انت هنا تبدأ تفكر في ان انت تترجم له، رغم ان هو اساسا المفروض ان هو في اعلام دولته او اعلام الثقافة. حتى لو جات مرة في ان في سنة كان فعلا هو حد مش مشهور قوي بالنسبة لك، انما في سنوات اخرى بتكتشف انه ده مشهور جدا وعنده بدل الكتاب 10 و20 و50 وانت لا تعلم عنه شيء هنا. فدي حاجة، الترجمة دي بتخلي الناس الى حد ما يبقى فيه، وده من ايام محمد علي يعني كان دائما بداية الترابط ما بين تبادل الثقافات، يعني تبادل الثقافات هي الترجمة الآخرين. هي الترجمة، امال الناس تتعلم اللغات ليه؟ وعشان ان انت يبقى فيه تواصل بين الحاجات. تاني حاجة التسويق، بقى لازم ان انت تسوق. وانت عندك ايه؟ هل انت عندك جمهور؟ في جمهور مثقف واعي، في هيئات عارفة قيمتك يا نجم، يا اللي انا هجيبك من بره انا عارف قيمتك، هقدرك ازاي، هجيبك لمين؟ يعني في اشياء انا تخيلي في انها ممكن لازم تتحط على الترابيزة، ونشوف ازاي نطلع في كل المجالات. على فكرة يمكن يكون الثقافة او الفن كحالات خاصة، انا ما بتكلم كحالة عامة، لازم تحط كل الامور في كل المجالات على الترابيزة وتشوف ازاي تبدأ تتفاعل مع العالم الخارجي. لا بس الثقافة انا بس عايز متفق معاه، بس انا عايز بس اكد على احنا بنتكلم على الثقافة والفن، لان دي طول الوقت اللي احنا بنقول دي قوة الناعمة لمصر، ودي اللي احنا بنقول يمكن في مقال كتب في الحياة اللندنية من اسابيع، انه نشأة جورنال الاهرام هو مقال كاتبه الكاتب الكبير داود الشوريان عن الاهرام في عيدها ال 140. فبيقول الحقيقة ده جورنال نشأ قبل ان ينشأ بعض الدول العربية. وانا هنا بقول يعني كويس انها جت من كاتب عربي عشان ما يتقالش ان انا الحقيقه الاستاذ جلال عامر كان كتبها في مصر، بس انا لما جت الحقيقه من داود شريان كانت اقرب الى قلبي، لان الفكره انه كمان كويس جدا الدول العربيه عارفه كويس قوي انه مصر جورنان فيها بس اقدم من دول عربيه. مش هنتكلم عن مصر نفسها بقى، احنا نتكلم على جورنال اهرام، نتكلم عن ان احنا عندنا اكتر من 100 سنه سينما، نتكلم عن الثقافه والرموز الثقافيه اللي عندنا، واحنا بنتكلم في كبار 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 الاعلام في الوطن العربي كله من مصر تاريخ، بنتكلم يعني. على ان دي قوه نعمه حقيقيه. صحيح. يعني احنا مفيش دوله عربيه ما تعرفش طريقه اللهجه المصريه وتفاصيلها ويعرف يتكلم معاك الا عشان الفن، والا عشان الثقافه، والا عشان طول الوقت كان بيشوف مين اهم شخص في الوطن العربي في الادب. نجيب محفوظ مصري، مين اللي بعد يوسف ادريس مصري، مين اللي بعد، وهكذا يعني طبعا بدون ترتيب، بس قصدي انه ايه، ان فكره الشهره في العلم في الطب في وهكذا. فالفكرة دي، وان احنا فكرة دعوة ادباء نوبل ورأي وعلماء نوبل في الطب وفي الفيزياء وهكذا، لازم كل سنة في معرض الكتاب يكونوا موجودين، ما ينفعش نتجاوز. تفتكر اذا كان دكتور زويل عمل محاضرة ولا حاجة؟ بس من سنين عمل طبعا. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان ده كان بيحصل بشكل منتظم، لانه كان في السنة اللي بتلاقي فيها دكتور زويل بتلاقي فيها قمم اخرى في مجالات اخرى، فانت بتاخدش بالك قوي من فكره انه مين الشخص، لانه في كل يوم في ما فيش نجم اوحد، كان في كل يوم نجم. والحقيقه كانت الندوات
بنتكلم فيه اعداد مهوله زي بالظبط كانك بتتفرج على ماتش كوره. يعني انت كنت طب ده بيخليني اسال حضرتك استاذ محمد استاذ اشرف عن دور النخبه في التوعيه باهميه القراءه بالثقافه بحث القارئ. هل ممكن يكون النخبه والمثقفين لهم دور في هذا؟ هو انا يعني اجابه سؤال حضرتك هتبقى استكمالا للي انا كنت عايز ازوده على عن كلام محمد. فكره إن إذا كان فعلا الأهرام نشأت قبل دول عربية أخرى وإذا كانت مصر فعلا قوتها الثقافية هي الأكبر والأقدر وهي فعلا القائدة على مستوى الوطن العربي يعني، فلازم يكون سواء النخبة أو سواء القراء أو سواء الوطن أن يظل على هذه القيمة ويخلي باله في إن دي قيمته اللي بينظر إليه بره. فإذا لما أنا بشيء بنظرية معكوسة يعني لو أنا بتكلم عن الأهرام في إن فعلا بره بينظر إليك على إن أنت الأهرام أنت قبل دول وإن أنت الأعظم وإن أنت واحدة من المؤسسات المهمة على مستوى العالم كانوا بيصنفوها من أهم المؤسسات. فلا بد بس دايم هيكل ما أنا اللي بتكلم في الأهرام مستخدمة لحد دلوقتي فلا بد أنا كأهرام بلا أي شفونية وبلا أي يعني زي ما بيقولوا فخر لمؤسسة لازم تكون أنت كأهرام عارف أنت قيمتك إزاي بره، فلابد ان تكون انت عارف المسؤوليه الملقاه على عاتقك في ان انت تظل على هذه القيمه الثقافيه اللي انت بتقدمها او القيمه المعرفيه. وهكذا في الادب لابد ان يعرف الادباء المصريين والنخبه المصريه والقائمين على الثقافه المصريه في ان انت نظره العالم اليك بره في ان انت مناره الشرق ومناره الوطن العربي، فلابد ان تكون على قدر هذه القيمه اللي الناس بتبص لك عليها بره، والا ان انت هتتجه للركون والاتكاء على تاريخ مضى الدنيا بتتطور وانت ما زلت مصمم على ان انا كان عندي نجيب محفوظ. بس الفكره ان في غيرك هيبقى بعد سنه سنتين 20 100 وده كان سؤال الحقيقه كنت ناوي اكلمكم فيه عن فكره الحركه الثقافيه في الوطن العربي وحقيقه ما يشاع انه في حركه ادبيه ثقافيه في بلد زي المغرب مثلا ربما خطط ما انا بسالك خطط خطوات اوسع حتى من الحركه الثقافيه المصريه الحاليه مش بشكل الحقيقه في المغرب وفي الجزائر وفي السعوديه بالمناسبه السعوديه طبعا لانه هو دلوقتي المساله القطب الاوحد اللي كانت بتمثله مصر في الثقافه احنا تراجعنا عن دورنا ولازم نبقى معترفين بده. وده نفس المساله في الصحافه، احنا طول الوقت متخيلين ان احنا احسن صحفيين في الدنيا، لا فالحقيقه الشوام الان وفي تجارب كتيره انت بقى لبنان رقم واحد وبعد كده بيشوفوا مين اثنين وثلاثه واربعه وكمان انه بلغه السوق والصحافه فكره انه سعر الصحفي في لبنان اضعاف اضعاف الصحفي في مصر، في حين انه وكمان هم اللي منتشرين في كل الدول العربيه في المحطات العربيه وفي الجرائد العربيه. مش بس كده، ده هم كمان لما بيبقى في منافسه بين لبناني واي جنسيه اخرى بيبقى اللبناني ثم نفكر، رغم انه يعني طول وقته اجره اضعاف وطول الوقت هي دي الازمه ان احنا فضلنا واقفين عند مرحله محدده. الفكره اللي كان اشرف بيتكلم عنها فكره ان احنا عندنا نجيب محفوظ ويوسف ادريس، بس انا رايي الشخصي ان هم ما زال عندنا نجيب محفوظ ويوسف ادريس يعني مين انا ما بعتبرهمش لا انا مش جداد هو يقصد في ان هم طبيعي ان هم هيبقى يعني الاشخاص هتبقى ولكن الركون الى تاريخ انا بتكلم عن التواصل وعن الجيل الجدد يعني بس هي دي الفكره يعني دائما كان استكمالا لكلام محمد كان في مقوله شهيره جدا كان اسمها مصر تكتب لبنان تطبع العراق يقرا اظن كده بالظبط صحيح. فدلوقتي شوف المنظومه بدات تتعمل ازاي، يعني المنظومه بدات تتغير دلوقتي، هل مصر مفروض ان هي تكتب؟ نشوف بقى الانتاج، هل مصر ما زالت تكتب وهل لبنان ما زالت تطبع وهل العراق ما زالت تقرا ولا بقى في تغير في المنظومه؟ اكيد في تغير. هل انت دلوقتي بقى ممكن دلوقتي السعوديه تكتب المغرب يكتب الجزائر يكتب كله بقى يكتب وكله بيطبع عندنا مشكله كمان ان الحال الكتابه بالعاميه زادت قوي وانا شايف ما اعرفش ان جاز يكون لي راي يعني ده بيمثل خطوره على اللغه يعني هل انتم متفقين ولا وانا هستاذن اشرف لانه اشرف بيكتب شعر بالعاميه فانا هدافع عن لا الشعر مختلف عن الكتابه انا بتكلم ما بقصدش الشعر عندك الابنودي وصلاح جهين وفتح الدين بتكلم فعلا عن الكتب وعن الادب أنا شخصيا رافض الفكرة دي وشايف أنه المفترض توظف فقط وأساطين العامية، بس أنا رأيي طول الوقت أنا منتمي للفكرة اللي بسميها طول الوقت العامية اللي هي عامية صلاح جاهين أنا بسميها كده، أنه الفكرة اللي نتجت بعد كده وأنه الناس بتستسهل تكتب بالعامية عشان مش عارفة تكتب بالفصحى دي الحقيقة كارثة، لأنه اللي بيكتبوا بالعامية دول كانوا جبابرة الفصحى، يعني فكرة انك ترتقي 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 في الفصحى فتكتب بالعامية، وانه مفيش كاتب يعني انا كان عندي جلسات طويلة مع الخال ابنودي الله يرحمه كانت فكرة انه الكتابة بالعامية دي
انه ازاي بيحافظ على فكره يكتب بالعاميه، فبيقعد يتعلم الفصحى ويدرس اداب لغه عربيه ويتعلم ويقعد سنوات طويله جدا يقرا عشان يعرف يكتب بالعاميه في الاخر بعد كل قراءاته الفصيحه. فالفكره دي للاسف احنا طبعا في استسهال كبير، وده انا الظاهره اللي انا بسميها تحول القراء الى كتاب. للاسف عدد كبير جدا من القراء تحولوا الى كتاب، وبالتالي هم اللي بيدخلوا من مدخل العاميه، لانه الكتابه طول ما انت بتجتهد فيها الكتابه شيء صعب جدا. لكن بيحتاج الى قراءه واسعه كمان. لا هو دلوقتي انت بتكتب بتقرا كتابين بتكتب التالت يعني دي الظاهره الاسوء. فاكر سمعت مره انيس منصور بيتكلم عن انه علشان يكتب المقال اليوم بتاعه كان بيقعد يقرا 5 ساعات يعني. لا بس هو انيس منصور كان حلق الى حد ما خاصه لانه كان حتى يلقب بانه هو يعني اهم قارئ في الوطن العربي، لان الراجل كان عنده طبعا الحقيقه طبعا لان الراجل كان قاري 70,000 كتاب و600 دايت معارف، ده موسوعي بخلاف يعني ده حاجه خياليه يعني. فانيس منصور لما يجي نتكلم عن القراءه يعني بتعصبه عشان هو بلدياتك فنخليه ايه مش بلد ده بلديات العالم كله يعني الراجل اللي هو لف العالم كله وكتابه طبعا زي ما بيقولوا اللي هو من 200 يوم حول العالم يعني ده كسر المبيعات اللي هو ما فيش حد وصل لها ولا يوصلها بعد كده طبعا. رغم انه كتاب ضخم جدا وبنتكلم في كتاب يقترب من 700 صفحه بخلاف قراءاته واتقانه للغات يعني هو كان حافظ عارف حوالي 5-6 لغات. فانت بتتكلم في انه هو تخيل ان هو مطلع على 5-6 ثقافات والثقافه بس يعني الانجليزيه الثقافة. فانت بتتكلم في اكتر من 20-50 دوله وكان يهوى يقعد يكتب في باريس في مكان معين في قهوه لا وفي تفاصيل زي اللي اشرف بيتكلم عليها فكره اللقاء الفكري اللي جمع اساطين الفكر اللي كان طبعا يعني اكبر واحد قام في القعده كان طه حسين. فكان قاعد معاه الشباب الصغيرين اللي هو بينصحهم نجيب محفوظ الشباب ويوسف السباعي وانيس منصور وزكي نجيب محمود ومحمود امين العالم ومجموعه دول عمالقه كل الجبابره دول كانوا يا جبابره صحيح فتوات يعني دول فكان قاعدين لقاء لا مش زي ما احنا قاعدين انت كده انا اسف انا بعتذر لهم على فالفكره ان هم في القعده طه حسين بيقول ايه ملاحظاته على هذا الجيل من الشباب اللي هو جيل نجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف ادريس وهكذا يعني فايه ملاحظاته على الجيل ده؟ بيقول انه بيعيب عليه حاجتين. الحاجه الاولانيه انه جيل لا يتسم بالعمق يا سلام الكتابه يعني كتابته سطحيه والجزء الثاني انه ما بيجيدش اكتر من لغتين ثلاثه يعني يا دوبك بيجيد انجليزي وفرنساوي مع اللغه العربيه كويس انه كويس انه معاش لغايه دلوقتي الحقيقه دي اكتر حاجه انا اثرت فيها لما لانه كان المستوى اللي بيتكلم عليه كان مستوى يعني احنا بنتكلم في اجيال كانت الجيل اللي يعني كان في اجيال عندنا اللي هو جيل عقاد وطه حسين كان القراءه معدلها 200,000 كتاب يعني الكاتب بيقرا 200,000 كتاب. الاجيال اللي بعد كده ابتدت يعني المستوى يقل فابتدى نوصل ل 50,000 كتاب. قل خالص لحتى 30,000 كتاب. الحقيقه دلوقتي احنا وصلنا لفكره انه اكتب كتابين اقرا كتابين واكتب التالت. وحتى المشكله كمان نوعيه الكتب. يعني انت كمان انا ممكن احسب مثلا اقول لحضرتك انا قريت الاسبوع ده مثلا 5 كتب في الاسبوع، بس 5 كتب دول ممكن يكونوا روايات صغيره. انت بتتكلم في الكتب اللي كان بيقراها العقاد، فانت بتتكلم في الموسوعه الفلانيه اللي مترجمه مش ده محسوب. فانت بتتكلم نوعيه كتب غريبه ان انت مختلفة. ممكن توصل فيها سنه طبعا. انا اسف استكمالا بس لانه افتكرت الاديب جمال غيطان الله يرحمه كان جمعني بيه لقاء حوالين الكتب والقرايه. فكنت يعني معاه في لقاء فبشاور على المكتبه بتاعته بقول له المكتبه عظيمه. قال لي فين المكتبه العظيمه دي؟ هو نفسه ما عندوش قناعه بان هي ما يكتب لا ده هو قال لي حاجه خضتني لحد دلوقتي عمري ما نسيتها. بيقول لي انا بقول لك قريت 30,000 كتاب من امهات الكتب مش من الكتب بتاعتكم دي، الكتب بتاعتكم دي ما اعرفش قريت منها كام. طب عايز ارجع للهدف من تنظيم معرض الكتاب او بشكل عام معرض الكتاب، تفتكروا وفي يعني فوارق في الاهداف في مصر مثلا عندنا في بعض البلدان الغربيه؟ هو انا يعني انا شايف في ان إذا يعني فقط احداث حاله من الرواج يعني وتواصل وبيع كتب وكده ولا مش الرواج؟ انا شايف في ان زي ما بتقول كده احنا دايما نقول ايه الشعب ده متدين بطبعه يعني في بعض الحاجات اللي هو متدين الشعب ده في بعض الصفات اللي هي بقت تاخذ عليه يعني موجوده هو كلام موجودة الحقيقة يعني وانت شايف ده لا بس هو في جوانا حتى لو اختلفت انا يعني من ضمن مقالاتي وانا انتقدت العباره دي في ان في طبعا نماذج وفي لا في الشعب احيانا بيبعد تماما عن الدين في سلوكياته ولكن يبقى في من جوانا في حته صغيره كده اللي هي الالتزام اخلاقي من جواك ان انت بتقبل حاجات وترفض حاجات هكذا في نفس الحاجه بتكتشف ان في الثقافه الشعب ده فعليا بيحب القرايه يعني بيحب القرايه بيحب الاطلاع
بيحب ان الست الام على سبيل المثال يعني, ودي ست يعني ست بيت لا تقرا ولا تكتب, ومع ذلك كانت ممكن تقعد تغني اغاني شعبيه, ممكن تقعد تقرا, تحب لو انا حتى بقرا لها النصوص بتاعه تسمع وتبسط رغم انها ممكن تكون الفاظ مش فاهماها. فالاجيال حتى القديمه الله يرحمه الخال الابنودي كان علاقته ازاي بامه وبدايه يعني حبه للشعر من خلال امه اللي هي لا تقرا ولا تكتب. ففي عندنا حب للقراءه وللسماع وللادب وللفن, فده ممكن يكون هو فعلا اللي مخلي مصر زو زي محمد قال ان هو فعلا هي قبله القوى الناعمه لمصر, فكره اللي هو الفن والادب والثقافه. نتكلم عن اهميه الكتاب ورسالته وتعميق المفاهيم للمجتمع بعد الفاصل اللي اذنتولنا. وقفه سريعه ونعود لاستكمال هذه الحلقه عن معرض الكتاب مشاهدينا الكرام في دورته المقبله ان شاء الله. مجددا في هذا الجزء من سهرتنا في حلقة الليلة من برنامجنا مع الناس, وبنقضيها عن الكتاب وقيمته ومعرض القاهرة الدولي للكتاب. ودي دعوة الحقيقة مننا لحضراتكم لزيارة هذا المعرض المهم والاستمتاع بكل الفعاليات اللي بتتم فيه, مش بس شراء الكتب, وإن كنا نحض بالتأكيد على شراء الكتاب لأن الكتاب له قيمة مهمة يعني طبعا. معرفة طبعا. سامية يعني صحيح. كلمني عن أهمية الكتاب وترشح لنا إيه يا أستاذ محمد؟ والله هو طبعا فكرة اقتناء الكتاب, أنا رأيي إنه مجرد إنك تعرف اسم الكتاب دي قيمة. وكان يمكن العقاد في كتاب لي اسمه أنا كان بيأصل للفكرة دي, إنه أهمية إن هو طريقته في المعرفة جزء منها من إنه يتفرج بس على أسماء الكتب, إنه يبص بس على أسماء الكتب. أنا مش الحقيقة لأنه أنا عارف إنه في ناس كتير, أنا يعني يمكن مختلف شوية مع أشرف في المسألة دي, إنه ناس كتير لا ممكن ما تحبش القراية وناس كتير تحبها سماعي. ده جزء كبير جدا من المسألة, فلازم نفكر في النموذج ده, لانه في ناس تحب المعرفه لكن تحب تسمعها, ما تحبش تقرا كتاب, لانه الحقيقه القراءه في النهايه مجهده مش سهله. ففي ناس كتير جدا تحب فكره ان تسمع المعلومه و لكن ما تحبش تقراها يعني هي بنفسها, ونفس يمكن الفكره بتاعت بنسميهم ثقافه سمعيه زي ما بيقولوا بالظبط. انا رايي انه عدد كبير جدا من الشعب المصري, ده حتى كتير من الناس اللي بيطلعوا ينظروا علينا وعاملين فيها مثقفين. انا اعرف عدد منهم يعني اتصل بحضرتك الاستاذ اشرف ويجمع شويه معلومات وقريت النهارده والمقاله وبعدين يطلع يقول لهم كمحلل عظيم. صحيح. صح. للاسف بقى هي دي الظاهره. يمكن كان استاذ احمد رجب الله يرحمه عنده راي في المساله دي, لما كنت بقول له ليه ما بتطلعش في التلفزيون وليه ما بتتكلمش في التلفزيون رغم انك بتكتب يوميا على مدار تقريبا نصف قرن نصف كلمه, فقال لي لانه الحقيقه اللي بيطلعوا في التلفزيون في عدد كبير منهم مفكر تلفزيوني عمره ما فكر الا قدام التلفزيون. عمره ما صحيح صحيح يعني ما بقى محلل سياسي واستراتيجي الا لما صحيح. بيطلع قدام التلفزيون ما عندوش انتاج فكري. وهي دي الازمه الحقيقيه, انه فكره انه وده بالمناسبه كان سؤال للحبيب الجفري برضو كان حوالين نفس المساله. الراجل قال لي معلومه صادمه, قال لي انا بطلع في التلفزيون بقى لي تقريبا 25 سنه عمري ما حد سالني انت ايه مؤهلاتك انك تتكلم في الدين, عمري ما حد سألني أنت إيه المعرفة اللي أنت تعرفها, دارس فين, إيه الإجازة اللي حصلت, إيه خلفيتك المعرفية, تعرف الحقيقة عمر ما حد سأله السؤال ده. ودي ده جزء من المسألة, ده جزء يوضح لحضرتك فكرة أنه كمان رؤية الشخص نفسه والمعرفة يعني إنها من المعرفة, وفكرة أنه مثلا إحنا كان عندنا لو بنتكلم على الكتب وترشيحات لبعض الكتب, فاحنا بنتكلم مثلا على الاعمال الكامله لامام محمد عبده, ودي كانت صادره برضو عن الهيئه العامه للكتاب وكانت عمل رائع بسعر بسيط. نفس المساله عندنا طبعا يعني في كتب على الحقيقه كتب انا مسميها كتب ملهمه, زي كتاب من هنا نبدا ومن هنا نعلم, ده كتاب كتبه خالد محمد خالد, كتب كتاب اسمه من هنا نبدا
وكان هو ضد الدين وضد الافكار دي وضد كل ثم تحول الى مفكر عظيم يعني. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما رد عليه الشيخ الغزالي بكتاب من هنا نعلم، رد على كل الاسانيد تفنيد. هي دي بقى الفكره، انه تفنيد الفكر بالفكر، الرؤيه بالرؤيه، احترام وبدون تكفير وبدون تطرف. وبالمناسبه هو الوحيد دافع عنه، اترفعت عليه قضيه، هو الوحيد اللي كان رافض، حاولوا يفصلوه من الازهر، هو كان معاه. الشيخ الغزالي كان مع خالد محمد خالد رغم انه كان عنده موقف النقيض، ثم تحول خالد محمد خالد الى المفكر الاسلامي المعروف وقام طبعا عظيمه. لانه الحقيقه كمان خالد محمد خالد انا رايي اضاف للكتاب اللي هو اذا كنا بنتكلم على الكتاب الاسلامي يعني الفكره دي، اضاف لي فكره روعه الاسلوب. طول الوقت احنا عندنا مفاهيم دينيه بتقول عندك فكره عن اهم الكتب اللي هتعرض في المعرض السنه دي؟ لا هو طبعا حد من اصدقائك من المنتجين من الكتاب يعني منتظر المعرض عشان يخش ده يعني فيما يخص الشباب هتلاقي اشرف عندك حاجه اشرف؟ هو طبعا انا شويه ممكن تلاقيني هنا وهنا يعني، ممكن تلاقيني في القديم ممكن تلاقيني في الجديد، بس انا طب مش هتسمعنا شعر دائما؟ مش مشكله، واحنا دلوقتي في معرض الكتاب اهم الكتاب عن معرض الكتاب اهم. بس اللي بتكلم فيه في ان دايما انا بنصح حتى في المقالات وما خلافه في ان الاهتمام بتاع الشباب بالفوره الثقافيه او الروائيه اللي موجوده اليومين دول او الكتب الشبابيه الخفيفه لابد ان هي ما تلهيهمش عن التراث الحقيقي والكتب الحقيقيه اللي هم بيستبد منهم ثقافتهم. انت فتحت موضوع مهم جدا عشان كنت لازم اسالكوا فيه، وهو فكره سطوه الكتاب الالكتروني، فكره المواقع الالكترونيه، هل ده اثر على قراءه الكتاب الورقي وبيواجه ازمه او صعوبه؟ طبيعي ان هيجي اجاوب على النقطه دي وبعدين ارجع لحضرتك بعد اذنك، اللي هي فكره ان هو ما ينفعش ان انت تقرا لاشرف توفيق دلوقتي مثلا على سبيل المثال لو هو كاتب روايه وانت اصلا ما عندكش المحصله من الروايات العميقه بتاعه زمان، لازم يكون انت عندك محصله ثقافيه ما عشان تقدر تدرك، اولا تقدر تدرك هل ده اصلا ادب حقيقي ولا لا، هل لغته اصلا كويسه ولا لا، هل اشرف توفيق يستحق ان هو اساسا يطلق عليه لقب اديب ولا لا وتحطه من ضمن الناس اللي انت ممكن تتابعهم بعد كده ولا لا. ده اللي احنا بنقول عليه تتابع الاجيال، لازم يكون من كل جيل فيه 2 3 5 10 20 هم دول اللي هم اللي طالعين بالجيل. يعني دائما عندي رؤيه في ان صلاح جاهين ما كانش هو الوحيد في الخمسينات اللي بيكتب شعر، اكيد في اكتر من 100 الف كانوا بيكتبوا شعر في هذه الفتره، يا سلام، بس طلع منهم 2 3 4 طلع منهم صلاح جاهين، طلع منهم عبد الرحمن الابنودي. فهي الفكره في ان بس كانوا كتير وزي منهم فتحي الدين طلع منهم على سبيل المثال انت ممكن طلع منهم 5 طلع منهم 10 طلع منهم 20 50 100، بس الاكيد في ان ما كانوش هم دول لوحدهم اللي بيكتبوا، الجيل كان كتير طلع منه زي ما بيقولوا اتفلتر، طلع منه الاعلام بتاعته اللي صمد يعني او وصل للناس. اللي بيفلتر ده هو القارئ مش الكاتب، الكاتب عليه ان هو يكتب، انما القارئ هو اللي ادى صك الابداع لهذا الرجل، ان خلاه هو اللي رفعه وخلاه بقى هو اللي طالع. فالشاهد من الكلام في ان انا انصح الناس اللي هم الشباب اللي هم يعتبر هم معظم الجمهور الاساسي للمعرض في ان زي ما هو مهتم في انه يجيب الروايات والاشعار والدواوين الجديده والكتب الثقافيه الخفيفه لزمايله واصحابه وجيله، فلا بد ان هو يتجه شويه كمان لكتب ارخص كتير كمان معاها مش بديله ليها، يجيب ده ويجيب ده، هتلاقي حاجات رخيصه جدا موجوده ممكن تكون واصله لمرحله 2 جنيه و3 جنيه في الحاجات المخفضه. دي اللي بتصيغ فكره الحقيقي سواء سياسي سواء ادبي سواء فكري سواء كل انواع المعرفه يعني. فانا طيب انصح اتفضل تنصح بايه؟ عايز بس هو ده اللي كنت بقوله انا بنصح عايز اخد رايك وراي الاستاذ محمد في فكره الكتاب الالكتروني وسطوته وهل له تاثير على الكتاب الورقي وعلى جمهوره. اتفضل. هو طبعا الكتاب الالكتروني هياثر، بس الحقيقه لسه الناشرين مش واعيين لدوره. يعني هو دلوقتي في مبادره من جوجل ان هي هتعمل موقع خاص بالكتاب الالكتروني، وانا رايي انه ده هيبقى نقله في العالم كله مش لمصر بس في فكره الكتاب الالكتروني والحفاظ على حقوق الملكيه الفكريه والتوثيق لا والحفاظ على حقوق، لانه طبعا اي كتاب ناجح يعني ومشهور بينزل بي دي اف يعني بعد ساعات من نزوله للاسواق، وبالتالي فبيضيع حقوق الكاتب والناشر في لحظات، وبالتالي فجزء من المساله دي انه الناشرين لحد اللحظه دي ما عندهمش الوعي الكافي بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثه. اذا انا رايي الشخصي اذا كانوا واعيين لده ونزلوا الكتب على موقع مختص وكان ليها حمايه فنيه معينه، وده بالمناسبه سهل ومش عبقري ومش محتاج فلوس كتير لكن محتاج وعي باهميه انه ده طريقه اخرى للقرايه يجب انك تركز عليها وانت بتنزل الكتاب، لا تكتفي فقط بكتاب المطبوع. الكتاب المطبوع وبالعكس ده هيوفر لك سعر الطباعه، وبالتالي فممكن تطرح الكتاب بسعر مخفض
على المواقع الإلكترونية، فتبقى المسألة مختلفة تماما. القارئ هيبقى مبسوط من ده، اللي بيحب يقرأ على تقدر توصل لهذه النوعية للقارئ الورقي وللقارئ الإلكتروني، لأنه وهتوصل كل الدول العربية بنفس السهولة. صحيح، والعالم صحيح. كله طبعا. عندك إضافة أستاذ شوقي؟ عندي تصور بس لفكرة إن هو أنا شايف إن الخطر الأكبر على صناعة النشر مش الكتب الإلكترونية أكتر من الكتب المقرصنة. الكتب المقرصنة الورق اللي بتتباع، اللي هي مش النسخة الأصلية وبتتضرب زي ما بيقولوا على الأرصفة، دي اللي ممكن بتضرب صناعة النشر في مقتل. لأن كده كده أحيانا بتبقى النسخة البي دي إف راحة لجمهور ممكن يكون بعيد شوية عن الجمهور اللي راح يشتري. يعني أنا كأشرف توفيق لو أنا قدامي النسخة الإلكترونية موجودة على جهازي ببلاش وعندي كتاب، أنا هجيب الكتاب. في ناس ما زالوا إلى الآن، وده كتير جدا، بيحبوا النسخة الورقية، بيحبوا الكتاب، بيحبوا المكتبة، ما عندهمش زي ما بيقولوا القدرة على المتابعة على شاشة اللابتوب أو خلافه أو شاشة الآيباد. إنما اللي بيضرب الصناعة بقى هي فكرة الكتب المقرصنة، إن أنت كتابك، أنا منزله كتابي مثلا بستين جنيه، في حد جنبه على الفرشة منزله هو نفس الكتاب بعشرة جنيه. فده اللي بيضرب، لان انا الاوتوماتيك القارئ هيروح للكتاب اللي ب 10 جنيه صحيح. فالناشر الاصلي هو ده اللي هيتضرر، لان دي فلوس مدفوعه. انا شايف ان صناعه النشر في مصر بتتعرض لمأزق كبير جدا نتيجه لاكثر من حاجه، من ضمنها ارتفاع اسعار الورق، من ضمنها اسعار المطابع، من ضمنها الحقوق طبعا، الملكيه الفكريه اللي طبعا اللي بيضرب مش ملوش دخل بيها، انما الناشر الاصلي هو اللي بيدفعها. فده كله لازم الدوله انا شايف ان ده دور الدوله، لابد من صناعه النشر، من صناعه دعم صناعة النشر. لا اعتقد عندنا دور نشر يعني عندنا عدد هائل من الدور، يعني موجود بس هائل وهائل. بس اللي اقصده على ارض الواقع، يعني الدور حتى الكبرى لما بتدخل تجيب روايه بتجيبها دلوقتي ب 60 جنيه. فالروايه ليه؟ اللي هو برضه هو طبعا بيغلي، بس في نفس الوقت هو اسعار الورق غاليه، لان الدولار مثلا مواضيع حاجات بقى في البيع يعني والاستيراد وكلها طبعا، فكل حاجه بتغلى، الغلاف، حقوق الملكيه، الحاجات كلها بتغلى. الدولة بتعمل الكتب بخمسة جنيه وباربعة جنيه لأن عندها مطابعها. فلازم الدولة تقوم بدعم هذه الصناعة. طيب نبقى في دور الدولة، شايفين إزاي دور الدولة ومشاركتها في العمل في الدور الثقافي في معرض الكتاب؟ والدولة هنا بنتكلم عن وزارة الثقافة يعني أعتقد، ولا بتتكلموا عن هيئات تانية؟ لا طبعا لا طبعا. أولا بس هي الفكرة بتاعت وزارة الثقافة هنا في جزئيتين، في جزء له علاقة بالثقافة نفسها. يعني نشر الفكر اللي بيحض على الثقافة. يعني لما بتكلم عن كتاب مثلا زي التفكير العلمي للدكتور فؤاد زكريا، انا رايي انه ده كتاب ب 2 جنيه تبع مكتبه الاسره، ويجب ان الكتاب ده يدرس في المدارس والجامعات. لانه الحقيقه في يا اما في تفكير علمي يا اما فيش تفكير خالص، مفيش حاجه اسمها في تفكير غير علمي، يا في تفكير علمي يا فيش. ونفس المساله برضو بيتكلم عنها العقاد في كتابه التفكير فرض اسلاميه. انا رايي انه هنا يعني من هنا نبدا بقى الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، انه فكره الكتاب نفسه انه لما انا الاول هنشر الثقافه اللي بالشكل ده وبالوعي ده، جزء من المساله هتختفي فكره القرصنه على الكتب بطريقتها التقليديه. طبعا القرصنه طبعا من النهايه هو في النهايه ده لص اللي بيعمل المساله دي. وانا رايي انه الدوله اذا كانت جاده، وهنا بنتكلم بقى تحديدا على المصنفات، انه اذا كانت جاده في ان تقفل المنبع بتاع الكتب المقرصنة واللي موجودة، وده للأسف كمان بيحصل فيه الكتب دايما الأكثر مبيعا، يعني دايما بيحصل فيه كتب الأكثر انتشارا، يعني هو بيعمل لها مشكلة. يعني الناشر بيبقى عنده كتاب هو هيكسب منه، فالكتاب ده اللي هو هيكسب منه اللي هو هيعمل 100 طبعة مثلا، لا هو هيعمل 5 طبعات، لأنه 95 تانيين اتضربوا في السوق الخلفية. وطبعا يعني أنا عايز أحكي بمنتهى البساطة، وأشرف عارف ده كويس، إنه معروف الناس دي بتطبع فين، ومعروف تفاصيلهم إيه، ومعروف بيشتغلوا إزاي، ومعروف بينزلوا الكتب لمين، ومعروف بينزلوها فين. ففي النهاية ما ينفعش تيجي تقولي أصلا ما أعرفش. لا على فكرة أنت لازم تكون عارف، ولازم تواجه ده إذا كنت حريص فعلا على صناعة الكتاب في مصر، اللي إحنا بنتكلم إنه ده أحد أضلاع القوى الناعمة لمصر. هو مش هزيد عن كلام محمد، لان هي فعليا انا شايف ان دور الدوله له اكتر من حاجه. اول حاجه خالص هو زي ما قال محمد، اللي هو فكره اختيار حتى من بدايتها دور وزاره الثقافه او دور الدوله في زي ما بقولوا في نشر الوعي والثقافه، في ان اولا اختيار المواد، لان احيانا كثيره بتكتشف ان هيئات ثقافيه مدعومه من الدوله زي اصول الثقافه وزي الهيئه العامه للكتاب وزي، بس احيانا كثير بتبقى اصول الثقافه في ابداعات الشباب اكتر، احيانا بينشر حاجات بتبقى دون المستوى بطريقه خياليه، واحيانا حتى في الهيئات اللي زي اللي هي اصول الثقافه في اللي هي
زي ما بيقولوا اللي هي قصور الثقافه، القصور نفسها اللي هو شرق الدلتا وغرب الدلتا والحاجات اللي زي دي، الهيئات الثقافيه احيانا مش عايز اتهم اتهامات جزافا يعني، ولكن بيتم مش بالدور، بيتم بمحسوبيه احيانا، بيتم في ان يعني اللجنه اللي موجوده عايزين نعرف ازاي بتقبل الاعمال، المعايير اللي موجوده قدامها، لان احيانا بيتم تصدير زي ما بيقولوا منتجات انا شايف انها اقل كتير من منتجات تانية ممكن تكون مركون على الرف نتيجه محسوبيه او نتيجه اشياء اخرى مش عايزين نتدخل فيها. دي رقم واحد. رقم اتنين، القضاء على السوق اللي هو زي محمد قال اللي هي سوق القرصنه، ده لازم زي سوق السينما بالظبط على فكره. انت بتقضي على الدوله طبعا. اذا كنا احنا بنتكلم على الفن والثقافه فانت بتقضي على الاثنين. صناعه السينما فعليا دلوقتي منهاره بقالها اكتر من سنه نتيجه لظهور القنوات اللي هي قنوات القرصنه، فطبيعي في ان انا مش هنتج فيلم اي منتج، انا مش هنتج لان تاني يوم بيبقى موجود على القنوات المقرصنه فانا كده بخسر فمش هنتج، فالصناعه اتدمرت والقنوات دي كلها يمكن للدوله ان تجابها ايا كان، مش وسيلتي في ان انا افكر، دي وسيله دوله لكي تعيد الاحياء الحفاظ على حقوق الملكيه الفكريه وهكذا والاحياء الصناعه وهكذا. في الكتب، الكتب معروف هم بيوزعوا لمين، الفرشات موجوده انت بتجيب من مين، الدوله قادره بهيئتها الامنيه وهيئتها الثقافيه في مطارده هؤلاء اللصوص واعاده الحق لاصحابه عشان الصناعه بتنهار فعليا. استاذنكم نستكمل بعد هذه الوقفه الاخيره، قوموا معنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعده الجزء الاخير في حلقه الليله من برنامجنا مع الناس. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الأخير من حلقتنا مع الناس التي نقضيها في رحاب الكتاب ومعرض الكتاب مع اثنين من الشباب المثقفين والمبدعين وما يحدث هذا المعرض من رواج للقراءة والثقافة والحفاظ على الهوية الثقافية والقوى الناعمة زي ما وصفها محمد توفيق وأشرف توفيق الحامة حفظ الألقاب. برحب بكم مجددا. أهلا وسهلا بحضراتكم. هو يعني ممكن أسأل تاني أو بصيغة أخرى، إيه اللي ممكن يوفره لي معرض الكتاب أو الميزة النسبية بالنسبة له عن أي مكان بتباع فيه كتب؟ إيه الفرق بين معرض كتاب ومكتبة؟ لا، في أكثر من ميزة. أولاً إن كل الناشرين في مكان واحد. عظيم. ومعهم صورة أزبكية هدية. فأنت عشان يعني تلف على يعني أو تروح لأكثر من ناشر، أنا أظن ده محتاج يعني وقت ومجهود. لا مش وقت ومجهود بس، انت محتاج مثلا في بلد شهور. تضني من الزحام اصلا بالظبط يعني احنا الحقيقه لو عملنا على الحرب المصريه ما تنزل تعمل مشوار بالظبط صحيح. وصعب جدا كمان في الاجواء دي انك تروح مكتبه بعيده عشان تجيب كتاب. بالاضافه طبعا الميزه الثانيه الاكبر بقى بالنسبه للجمهور اللي بيهتم بالمساله دي، الكتاب مخفض. كل دور النشر يعني انا كنت في مكتبه امبارح بسأله على الكتاب بقول له مش هينزل مخفض في المعرض، خلاص هشتري من المعرض يعني. ما هو بالعقل انا دلوقتي يوم الاربعاء هيبقى الكتاب. طب هل هم بيعملوا طبعا مخصوص للمعرض بقى ولا بينزل مخفض ازاي؟ لا هي هو نفس الكتاب بس بينزل مخفض بس يبيع اكتر فبيكسب اكتر. وهي الفكره كمان اللي هو ليه بيبيع ارخص، فكره ان هو لو هو طبعه ففي نسبه من الكتاب اللي هو حوالي 30% بتروح لبتوع التوزيع يعني انا واحيانا 40% واحيانا 40%. انا كدار نشر طبعت الكتاب فبوديه لدار كذا اللي هو الواجهه اللي بتعرض لي المكتبه فالمكتبه دي بتاخد كده على الجهاز 30-40%. انما في معرض الكتاب انا الصافي لان انا هو مباشر منه فاذا لما هو يعمل تخفيض لما هو بقى يقول لك انا التخفيض 20% فاذا برضه هو كسبان 30% فاذا برضه هو كسبان لانه كده كده هو دلوقتي بقى مع احنا عايزين يكسب ويبقى في رواج يعني الناس تقرا وتتثقف وهو يكسب. صحيح طبعا طبعا عشان تقوم صناعة. اتفضل استاذ اشرف تقول حاجة؟ في بالنسبة برضه للاختلاف وده اللي انا كنت قلته، فكرة الكتب القديمة والجديدة للناس القراء الجداد اللي رايحين معرض الكتاب. من ضمن أهم الحاجات لمعرض الكتاب هي فكرة الكنوز الحقيقية اللي موجود في الحاجات المخفضة
مش المخفض بس، مش ان هو كتاب مثلا بره ب 20 جنيه هيبقى هنا ب 18، لا، الكتب اللي هي الدرر فعليا اللي موجوده في المخفض بتاع الاهرام، الاهرام بيبقى عندها جزء كده مخفض. يعني على سبيل المثال انا جايب مثلا التاريخ مصور لكل فتره السادات قد كده مجلد قد كده بالصور، جايبه مثلا مش حوالي ب 10 جنيه كويس. في حاجات بتبقى اللي هي الكنوز، المعجم مش عارف ايه، القاموس الرياضي ب 3 جنيه ب 4 جنيه، يعني حاجات اللي هي القديمه اللي هي بتاع الستينات والسبعينات والثمانينات، وهكذا في كل الهيئات. هتلاقي في الاخبار في مخفض، هتلاقي في هيئه الكتاب في مخفض، وهتلاقي احيانا في بعض الحاجات اللي هي درر الكتب بتلاقي مثلا ال 10 كتب ب 5 جنيه. يعني ده بيبقى مهم لانه بيصيغ زي ما بيقولوا الثقافه اللي جواك اللي انت تقدر تتقبل بعد كده وتقدر تحكم على الادب. طب على ذكر الاسعار والارقام، عندنا تصور لايه اغلى انواع الكتب المباعة في المعرض مثلا؟ ولا هي ارخص انواع الكتب الكتب الدينيه، خلينا نكون يعني دائما الكتب اللي هي بتبقى المجلدات تحس ان هي مدعومه فعلا. المجلدات دائما بتبقى هي طب واغلى انواعها الارخص؟ الروايات. الروايات هي اكتر الروايات اغلى. الادب هو اكثر وهو الاكثر رواجا برضو، يعني عشان نكون ما هي بتتقاس كده. يعني هو الاكثر رواجا وهو الاكثر وهو الاغلى سعرا طول الوقت، خاصة انه في المعرض تحديدا الجمهور اللي رايح الصلاة الكبرى. يمكن انا في العشرين سنة اللي فاتوا انا فاكر كويس قوي ان انا ما دخلتش الصلاة الكبرى دي الا لما بقيت كاتب. يا سلام. طول الوقت بروح للهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة وسور الأزبكية. تم الهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة وسور الأزبكية موجودين طول الوقت طول السنة؟ لا الحقيقة أولا هم مخفضين عن الحاجة التانية بصراحة بقى إن هم في يعني حركة ذكية جدا هم بيعملوها، إنه بينزلوا كتب مخصوص في التوقيت ده. يعني أنا أظن مثلا مش ما عنديش معلومة أكيدة، بس أظن هتلاقي الأعمال الكاملة لجمال غطاني موجودة. ده موجودة من السنة اللي فاتت. تمام. اتعملت ما قبل المعرض بس هي ما كانتش كامله يعني. انا السنه دي هتبقى ودهت يعني حاجه اظن ان هي هتبقى مكتمله لان هم عملوه فتحي غانم وبرده كملوه السنه اللي بعدها طبعا، وعملوه في محمود امين العالم وعملوه في محمود امين العالم وكملوه السنه اللي بعدها وعملوه في الجبل وعملوه ما هو ده فتحي غانم. فتحي غانم انت كنت بعتنا تقول لنا ايه انواع الكتب الارخص اللي الناس تشتريها يعني من وجهه نظرك؟ هو طبعا في كتاب انا الحقيقه يعني اتمنى الناس كلها تقراه اللي هو اسمه مصر من تاني. مصر من تاني ده كتاب لي طبعا عمنا محمود السعدني، وهو كتاب في تاريخ مصر كله في 140 صفحة بيرصد تاريخ مصر كاملا. بس هو الحقيقة اسلوب ادبي عظيم، وفي نفس الوقت فيه فكر، وفي نفس الوقت فيه رؤية، وفي كأنك بتقرأ الجبرتي وابن اياس بس محمود السعدني، ففي خفة دم في الكتاب. يعني انا رأيي ان برضو ده من الكتب اللي يجب تدرسها في المدارس، لانه احنا ازمتنا في كتب التاريخ طول الوقت ان احنا بندرس تاريخ على مقاس الرئيس، وطول الوقت ان احنا بيتغير كتاب التاريخ مع تغيير الرئيس رغم ان اسمه كتاب تاريخ، فالمفترض ملوش علاقه بالرئيس الموجود. تاريخ مصر لكن بالظبط، وطول الوقت ده مرتبط. يعني في الفتره يمكن انا يعني قلت ده قبل كده انه في فتره بتاعه الرئيس مبارك كان موجود 30 صفحة في كتاب التربية الوطنية عن دور صدام مبارك وعن دور الحزب الوطني. أول ما بقى مخلوع اتشال هو وزوجته من الكتب، وبقى في دور حسن البنا وده نزل في كتاب التربية الوطنية، ثم بعد كده حذف من الكتاب، وأنا بتكلم هنا على كتاب اسمه التربية الوطنية. فدي الحقيقة أزمة كبرى في صناعة الكتاب. وحسن البنا هو أسباب الأزمة اللي العالم بيعيشها مش بس مصر الحقيقة. بالظبط بالظبط. يعني تخيل كان في وقت الوقت ممكن ندرس تاريخه يعني. للأسف للأسف. وبالمناسبة ده كان بيدرس، يعني كان بيدرس فكرة إنه يتم، وده يعني وزير التعليم اللي كان موجود ساعتها له أن ينفي كيفما شاء، بس الحقيقة إنه كان بيدرس فكرة تدريس تاريخ حسن البنا في المدارس في وقت الإخوان. أشرف شايف إزاي ممكن نحرض الجمهور من العامة على القراءة؟ ومسؤولية مين؟ هي مسؤولية الجميع. هي مسؤولية أولا يعني برضو يمكن أنا شوية برجع الأمور كلها للدولة، بس أنا قناعاتي الشخصية في أن كل الأمور الحياة لابد أن تبدأ من الدولة، لأن الدولة هي التي توفر، أو رقم واحد هي توفر المناخ. أنت بتوفر لي المناخ في أن أنت اقرأ أي اتجاه أنت عايزه، أنا موفر لك كل حاجة، موفر لك بيئة يعني مساعدة لأن أنت تقرأ في كل المجالات اللي أنت عايزها. القراءة دي ممكن تحرضك في أن أنت تقول رأيك بصراحة، هل أنا مديك الحرية في أن أنت تقول رأيك بصراحة من خلال الكتب وخلافه؟ فعشان كده دور الدولة دائما موجود، هي اللي ممكن تدعم الكتاب،
هي اللي ممكن زي ما بقوله توفر لك المكان اللي انت تجيب منه الكتاب، هي اللي بعد كده ممكن تستقبل إبداعاتك لو انت بقى تشبعت من القراءة وبقيت كاتب، فهي اللي ممكن تستقبل بكل حيادية وبكل احترام وبكل تقدير لهذه الموهبة بتستقبل إبداعاتك. ففي الأول وفي الآخر ده إلى حد ما دور أنا شايف أنه دور حكومي لابد أنه تبين للناس الدولة في أن يا جماعة إحنا فعليا بندعم الثقافة. طب خلينا أسألكم أنتوا الاثنين، يعني دايما في حياة الأمم والشعوب أحداث بتكون مثار توقف كثير وبيدج من رحمها أو بعدها إنتاجات أو إبداعات في مجال الأدب الثقافة الفنون غير، هل تعتقد أن الخمس سنين اللي مرت بهم مصر من ثورة 25 إلى الآن أسهموا في إنتاج في أدب في رموز جديدة ضغط ولا العكس تراجع الإنتاج؟ هو الحقيقة أنا رأيي أنه هو ده النتاج الطبيعي للثورة ونتاج الحقيقي للثورة. ويمكن في كتاب عظيم لفتح غانم بيأرخ فيه لدور ثورة 19 في صناعة نجوم ما بعدها، يا سلام. ثم في كتاب لصالح مرسي بيوضح نجوم ما بعد ثورة يوليو. وعشان كده هي الفكرة ده نتاج الحقيقي للثورة. نتاج الحقيقي للثورة انك تلاقي ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجات وفايزة احمد وتلاقي يوسف ادريس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ واحسان عبد القدوس وهكذا، وتلاقي محمد التبعي وهيكل ومصطفى امين وعلي امين واحمد بهاء الدين، ده نتاج الثورة. انا طبعا رايي الشخصي انه لا طبعا لسه ما ده ما ده لسه ما يظهر اطلاق. حتى لو كان في بعض مواهب ظهرت في بعض اوقات وهي مواهب انا رايي يعني في مواهب رائعه، لكن لما بنتكلم على الحجم الطاغي ده زي ما بنيجي نتكلم عن الشعر فنقول صلاح شاهين وفؤاد حداد والابنودي وبنقعد نقول وبيرام التونسي بنقعد نقول قائمه طويله من الكتاب اللي كانوا موجودين فتره زمنيه واحده اللي في الستينات وما ادراك ما الستينات، هي وما ادراك ما الستينات فعلا بقى في المساله دي، انه كان في انا يعني مسميها صخره الملتقى، ان فكره هي دي فعلا الصخره اللي التقى عليها كل العظماء مش مجرد انه كانت فتره زمنيه. ويمكن كان في كتاب لانيس منصور عن فكره هؤلاء العظماء ولدوا معا، ان هل هي صدفه ان تولد العظماء في توقيت واحد؟ صحيح. هل هي صدفه انه تلاقي في الفتره دي؟ يمكن تفسيرها انا بارجع للثوره في مناخ كده عظيم رائع، يعني صحيح لما تفتكر حقبه الخمسينات والستينات والانتاج والابداع الفني والثقافي والادبي اللي فيهم شيء لازم تقف له تقديرا واحتراما. والحقيقه انه احنا ما تجاوزناهوش يعني خالص، احنا طبعا مش عايزين نتكلم عن تحصيل العائد لانه دي حاجه تعقد، ومش عايز اتكلم عن زكي نجيب محمود وتوفيق الحكيم فده مستوى تاني، والمستوى اللي كنا بنتكلم عليه من شويه انه بيقرا 200,000 كتاب. فلكن الحقيقه انه ولا نصهم ولا ربعهم ولا عشرهم مساله صعبه، بس جزء من المساله دي العلاقه بانه انا يمكن مختلف شويه مع طبعا الدوله عندها دور رئيسي واساسي، والمناخ اللي كان متوفر للمبدعين في الوقت ده كان مختلف، رغم رأي يوسف إدريس اللي أنا بتفق معاه تماما إن الحرية الممنوحة في الوطن العربي لا تكفي كاتب واحد، لكن دور الأسرة يعني يمكن الأسرة. يعني فكرة الناس بتحفز ولادها وبتجيب لهم الحاجات والسلاسل ويقرأ منهم. أنا بمناسبة معرض الكتاب سبب والدتي، هي اللي كانت بتوديني المعرض من الأول، وهي اللي علمتني القراية وكانت بتخليني أجيب كتب معينة، ف يعني ده مهم جدا دور الأسرة في ده. واستكمالا استكمالا واخيرا لكلام محمد، فكره اللي هو افراز ما بعد الثورات، فلاحظ حضرتك الاسمين حتى اللي طرحهم محمد للحديث عن ما بعد الثورتين اللي هو سواء فتحي غانم او سواء صالح مرسي، فانت بتتكلم بعد كام سنه تم رصد هذه الظاهره، فاحنا بصراحه يعني بنظلم ثوره يناير لو احنا في خلال اربع سنين او خمس سنين ملقانين بالتغيرات السياسيه وانظمه بتروح وانظمه بتيجي وده كله، وفي الاخر تتخيل في ان احنا ممكن نرصد اسماء بعينها، ممكن الكلام ده بعد 10 سنين بعد 15 سنه، لان ممكن دلوقتي يكون في نجوم متوهجه وبعد سنه تكتشف انهم انتهوا. صحيح. ان شاء الله نقابلكم في معرض الكتاب ان شاء الله في دورته، يا رب تكون دوره متميزه ومختلفه، ودي دعوه للناس الحقيقه ان هم يزوروا المعرض اللي هيبدا يوم 27. وبشكر ضيوف الكرام الكاتبين المبدعين عيني الشابين الاستاذ اشرف توفيق والاستاذ محمد توفيق، مش اخوات على فكره. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبكره يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا ان شاء الله. دمتم في امان الله ورعايته، والى اللقاء.